نبتدي بشكل مبسط خالص. ايه الميديا بلان؟ ايه هي الميديا بلان؟ ميديا بلان هي وثيقة او تمبلت عبارة عن نقط معينة او خطوات بسيطة علشان تكون محدد تشانلز معينة، تمام، او الخطة بتاعت وسائل الاعلام اللي انت هتشتغل عليها او التشانلز اللي انت هتشتغل عليها علشان توصل للجمهور اللي انت عايزه لوقت محدد، تمام، وبمقاييس نجاح محددة. بمعنى انت دلوقتي هتختار قنوات محددة، بناء على القنوات دي هتوصل لجمهور محدد، وبناء عليه الوقت اللي انت هتوصل له امتى، هتوصل للجمهور ده امتى وبهدف ايه. تعالوا ناخد مثال دلوقتي، انا هبتدي اشتغل على ميديا بلان. فالميديا بلان انا بختار تشانلز معينة، مثلا لو انا هشتغل مثلا على الريال استيت، فببتدي اخد مثلا انا هشتغل ايميل ماركتنج مثلا، وهشتغل لينكد ان. خلاص انا اخترت التشانلز. طيب مين المفروض الاودينس اللي هخاطبه بالتشانلز دي؟ هبتدي اشتغل على مديرين الشركات مثلا فور اكزامبل، واشتغل على الـ مثلا الدكاترة. طيب خلاص انا اخترت التشانلز بتاعتي ومعايا الاودينس اللي هترجتهم مين بالظبط، ببتدي احدد انا عايز اوصل لهم عشان اوصل لهم ايه. يا اما هعمل مثلا اويرنس توعيه، يا اما هعمل مثلا اوبجكتيف ان هم يخشوا يبقوا معايا ونبتدي ان احنا مثلا يحصل ديل او ياخدوا السيرفيس بتاعتي او الخدمه بتاعتي، وبناء على ده المفروض ان هم ياخدوا الخدمه دي او البرودكت بتاعي دي لمده شهر. يبقى الكامبين اللي هعملها او الكونتنت اللي هشتغله والكلام ده كله لمده شهر على لينكد ان وايميل ماركتنج للعملاء دول، تمام. يبقى هي دي الميديا بلان، ان انا بعمل ميديا، عندي ميديا اللي هو مثلا لينكد ان مثلا والايميل، وبعمل لها بلان المفروض ايه اللي هيحصل او الخطة اللي هتمشي عليها على التشانلز دي علشان اوصل لجمهور معين في وقت محدد، تمام. دي كده تعريف الميديا بلان، او المفروض ايه اللي بيحصل في الميديا بلان، او المفروض اشتغل على ايه بالظبط في الميديا بلان. طيب ده كده تعريف الميديا بلان. طيب ايه هي المكونات الرئيسية او النقط الرئيسية علشان تعمل ميديا بلان؟ انت دلوقتي عشان تعمل ميديا بلان عندك نقط محددة، نقط محددة تمشي عليها عشان تعمل ميديا بلان. طب ايه هي النقط والخطوات بتاعت الميديا بلان دي؟ تقريبا هتكون اهم حتة علشان تفهم كل اللي جاي في اللايف ده او في الكوميونيتي هنا. اول حاجة لازم تكون محدد بالظبط انت عايز تحقق ايه. انا هعمل دلوقتي شغل على الميديا دي، سواء مثلا اي بلاتفورم، اي حاجة، شانلز زي مثلا لينكد ان، فيسبوك، انستجرام، ايه اللي انا عايزه من البلاتفورم دي او من الشانلز دي. لازم تحدد بالظبط انت عايز تحقق ايه. خلاص انا هعمل مثلا ادز واشتغل عليها علشان اوصل لجمهور محدد، او علشان اعمل اويرنس لمنتج، او علشان ابيع من خلاله. لازم تحدد بالظبط انت هتعمل ايه على البلاتفورم دي، او انت محتاج ايه من الميديا اللي انت هتشتغل عليها دي. دي اول حاجة. تاني حاجة، بتستهدف مين بالظبط، تمام. يعني انت دلوقتي هتستهدف مين؟ هتستهدف رجالة ولا سيدات، ولا هتستهدف مثلا وظائف معينة، هتستهدف ناس عندها انترستد في جزئية معينة، هتستهدف مين بالظبط؟ انت بتستهدف مين في الشانلز دي. طيب بعد ما هتختار خلاص والخطوة بتاعت هتستهدف مين، البروسيس اللي بعدها او الخطوة اللي بعدها القنوات اللي انت المفروض هتستخدمها عشان تعمل ده. انت دلوقتي ايه القنوات اللي انت عايز تحقق عليها الهدف ده علشان توصل للعملاء دول؟ القنوات دي هتكون ايه؟ يعني مش هينفع مثلا ان انا دلوقتي هعمل
مثلا براندنج الشركة، اروح عامل اكونت على كل البلاتفورمز او كل القنوات المفروض اعمل عليها بلاتفورم، هعمل عليها براند للشركة. ما ينفعش ان انت تعمل كده، انت لازم أن تكون محدد بالظبط انت هتعمل على انهي تشانلز. يعني مثلا لو انا هاخد مثال، لو انا هشتغل مثلا على الاكسسوارز، طب الاكسسوارز دي هعملها على انهي تشانل بالظبط؟ ده براند اكسسوارز، فما ينفعش اروح اعمل بقى لينكد ان بقى واعمل ايميل ماركتنج والكلام ده كله. لا، انا خلاص في تشانلز معينه ممكن هو استارت مثلا بانستجرام، ومثلا اعمل معاه فيسبوك وخلاص. ممكن اعمل كده. ده ما ينفعش ان انا اشتغل على كل البلاتفورم، لازم تحدد قنوات معينه. طيب دلوقتي انا لما حددت القنوات، المفروض ان انت هتعمل بوبليش للبوستس بتاعتك او الكونتنت بتاعتك على القنوات دي. ايه يعني ايه كم مره هتنزل بوست على التشانل دي، او كم مره انت المفروض هتنزل بوست او هتنزل منشورات بتاعتك او هتنزل البوستس بتاعتك على القنوات دي. طب دي نقطة، ما ينفعش انت كل يوم بقى تروح منزل بوست بقى، او كل ساعتين تروح منزل بوست وخلاص، او كل 3 ايام تنزل بوست. انت لازم تكون عارف انت بتنزل كام بوست، وايه ايه ايه ليه، يعني ليه بتنزل ده. ما ينفعش ان انت بتكون كده بتنزل البوستس بتاعتك او الكونتنت بتاعتك وانت مش عارف انت بتعمل ده ليه، او بتعمله كده من غير اي هدف. تمام. طيب كل تشانلز منهم، او كل قناة، لو نفترض مثلا، خلينا نكمل في المثال بتاع الاكسسوارز، لو انت مثلا هتعمل انستجرام وفيسبوك، ايه الكونتنت اللي هتنزله في انستجرام وايه الكونتنت اللي هتنزله في فيسبوك؟ انت ممكن تعمل كونتنت تنزله على فيسبوك وتاخده شير، او تعمل بوبليش على فيسبوك وانستجرام مع بعض، وممكن تعمل مثلا ده لوحده وده لوحده. طب انت ليه اخترت كده وليه اخترت كده؟ ليه انت هتعمل ده وليه انت هتعمل ده؟ لازم انت تحدد المحتوى اللي انت هتحطه على كل كونت، على كل تشانل، او على كل كل بلاتفورم هتشتغل عليها، اللي هو بتاعت السوشيال ميديا، او حتى لو مش بتاعت السوشيال ميديا. يعني احنا ممكن نكون بنتكلم على السوشيال ميديا، بس انت ممكن تكون هتعمل مثلا بانرز، هتعمل اعلان على التلفزيون، دي تبقى تشانل بالنسبه لك، هتعمل مثلا في الجورنال، هتعمل في اي حته، فدي بالنسبه لك هي ميديا. تمام. فخلينا نتفق ان احنا لما بنتكلم عن الميديا، ان احنا بنتكلم مش سوشيال ميديا بس، ولا بنتكلم يعني ديجيتال ماركتنج بس. انت ممكن تكون الميديا بالنسبه لك بانر، والكونتنت اللي عليها الكونتنت، الكلمتين اللي بيتكتبوا على البانر. تمام. طيب يعني خلاص انت كده حددت المحتوى، مين اللي هيعمل ده؟ انت دلوقتي هجيب واحد يمسك التشانلز بتاعتي كلها، ويعمل كونتنت، ويعمل الديزاين، ويعمل ده كله وينزله، ولا المفروض ان انا اجيب بقى ماركتنج سبيشاليست يبتدي يشتغل على الجزء ده، او ميديا باير، وواحد تاني متخصص كونتنت يشتغل على الكونتنت، وحد رابع يشتغل على الديزاينر، على الديزاينز واسمه ديزاينر، ولا هشتغل ازاي؟ مين اللي هينفذ ده؟ وابتدي اعمل استراكشر واحدد الادوار لكل حد فيهم. طيب البادجت بتاعتك بقى، يعني البادجت بتاعتك هتكون ايه؟ ايه البادجت اللي انت المفروض هتنزلها دلوقتي؟ هتنزل بادجت ايه بالظبط؟ ايه البادجت اللي انت هتحطها على البلاتفورم دي؟ طيب انت دلوقتي عندك البادجت، هتحددها ازاي، او هتحددها على اي اساس بالظبط؟ ايه الاساس اللي انت هتحدد عليه البادجت بتاعتك؟ تمام. الصوت اتقطع او اختفى، وبس انا تقريبا حصل عندي مشكلة في النت، بس انا رجعت تاني. طيب انتوا كده سامعيني تمام؟ تمام. الفراغ تمام. تمام. طيب اخر حاجة وقفت عندها، احنا كنا بنتكلم ان انت بعد ما حددت الناس، انتوا وقفتوا عند الجزء بتاع ان احنا بنحدد الناس اللي هتشتغل.
النقطة اللي بعدها اتكلمت عن البادجت. انت دلوقتي علشان تحط تعمل ميديا بلان وما الى ذلك، اكيد هتصرف على الميديا اللي انت هتشتغل عليها دي، لازم تكون محدد بالظبط المبلغ اللي انت هتحطه في الميديا دي ايه بالظبط. انت هتحط مبلغ كام؟ عمرو ابراهيم. ماشي، حاضر يا عمرو، هقول لك يعني هكستمايز الدنيا دي، هقول لك من الاول ايه، او يعني هنحاول نظبطها. دلوقتي بنتكلم في النقطه بتاعه البادجت اللي انت هتحطها في الاعلان، هتبقى ايه بالظبط، هتحدد البادجت دي ازاي، او هتحطها على اي اساس وما الى ذلك. دي النقط لو انت هتعمل ميديا بلان، دي النقط بتاعتها. لو انت هتعمل ميديا بلان دي النقط اللي انت المفروض تمشي عليها علشان تعمل ميديا بلان بشكل كويس وبشكل يكون منسق وما الى ذلك. طيب وفاء، انت بتقولي محتاجه نشوف نموذج للميديا بلان علشان اقدر اعمل زيه. اوكي تمام، هنظبط الجزء ده وهوريكم نموذج للميديا بلان. بس خلينا بقى ان نرجع العشر دقايق دول كده، وحاولوا كده ندخل بقى ايه النقطه اللي فاتت دي. حد عنده فيها اي سؤال؟ انا اللي حددته المكونات الرئيسيه او البوينت بتاعت الميديا بلان. حد عنده سؤال في النقط دي؟ انا كده كده النقط دي هنستفيد بيها ونتكلم في كل نقطه لوحدها، بس حد فايته نقطه او حد فيه نقطه بالنسبه له مش مترتبه؟ ولو ما حدش عنده هنشوف بقى ايه حد يقول النقط دي كده عشان نراجع سوا. مين فتح المايك؟ طيب مساء الخير. ازيك يا عماد، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انا عماد، ويب ديفلوبر تمام. وعندي شركة ادفرتايزنج. كنت حابب بس اسأل على حاجة في الفوق. حاجة في ايه؟ هو انا عايز اعرف الفرق بين البلانز، يعني في حاجة اسمها ماركتنج بلان، في حاجة اسمها ميديا بلان، تمام. في حاجة اسمها ديجيتال ماركتنج بلان. تمام. فممكن لو ان بريف كده تقول لي ايه الفرق بين الثلاثه، يعني اوكي بريف، اوكي يعني ايه الميديا بلان وايه الديجيتال وايه الماركتنج بلان وايه الديجيتال ماركتنج بلان. حلو جدا، هقولها لك سريعا بس بعد ما ناخد الجزء ده، او نشوف نتاكد بس من البورت ده ان هو خلص وندخل في النقطه اللي انت اتكلمت فيها. واللي عنده انا يعني انا دخلت ايه؟ اوكي انا دخلت الميتنج لان انا بس عندي خلط بين الثلاثه شويه، ما ك ك بيبر نفسها، يعني البرزنتيشن نفسها اللي بتتعمل دي قريبه من دي وقريبه من دي، الثلاثه شبه بعض تقريبا، فرق حاجات بسيطه قوي. فانا عايز يعني ابقى عارف بس التارجت من كل بلان منهم او كل برزنتيشن منهم المفروض تبقى عامله ازاي، يعني ايه اللي فوكس عليه في كل واحده في دول. طيب بص، انا حدد لك النقطه دي، وانا كنت فاكر فعلا ان انا كان في النقطه دي اصلا قبل ما ندخل في الميديا بلان، بس كويس ان انت نبهتني ليها، هرجع لها بس نتاكد ان النقط بتاعت اللي انا قلتها قبل ما تخش دي وبالمره تراجعها معانا ان هي تمام يعني بالنسبه للناس. اوكي تمام. طيب طيب استاذ محمود، مساء الخير. ازيك يا عبد الرحمن، عامل ايه؟ يا اهلا وسهلا، تمام الحمد لله. انا عندي سؤال، نحن بنحدد لكل منتج ميديا بلان ولا ميديا بلان لكل المنتجات؟ طبعا انا عندي منتجات وكل منتج بستهدف فيه شريحه معينه، فلكل منتج بس بحط له ميديا بلان ولا كيف؟ تمام. طيب هقول لك، طبعا في سؤال من وفاء وسؤال منك، هجاوب على سؤالك وارجع اجاوب على ايه الثلاث اسئله دول. ويا ريت اللي عنده اسئله بعد الاسئله دي، هو اصلا الميتنج المفروض التفاعل، يعني اللي عنده سؤال يخش يسال عادي جدا، مفيش اي حاجه. بص هقول لك، انت دلوقتي المفروض اللي بيحصل، انت عندك المنتجات دي بتحطها كلها في ميديا بلان واحده وبتشتغل عليها لو انت هي مناسبه معاك، يعني هي مش ليها رول معينة، أو مش ليها
قانون محدد انت لازم بتمشي بيه. بمعنى انت دلوقتي ممكن تشتغل عليهم كلهم مع بعض في ميديا بلان واحدة وتطبق على بلاتفورم واحدة، او تشتغل على كل برودكت لوحده. تعال ناخد مثال لده وتعال ناخد مثال لده. لو احنا دلوقتي هنشتغل از براند وليه اكتر من منتج، والمفروض ان المنتجات دي كلها بتشتغل عليها ميديا بلان واحده. مثال على مين؟ مثلا شركه فودافون عندها اكتر من سيرفيس وعندها اكتر من برودكت، فالمفروض الاكتر من برودكت والاكتر من سيرفيس دي شغاله عليهم على ميديا بلان واحده وشغاله عليهم على ميديا واحده، اللي هي مثلا لما تيجي مثلا تشتغل على مثلا التلفزيون بتلاقيها تطلع تتكلم عن فودافون عادي والسيرفيس اللي بتقدمها ومفيش اي مشكله بتشتغل عليها عادي. على مثلا ونفترض مثلا الفيسبوك، مش هتلاقيها عامله اكتر، ممكن تلاقيها عامله مثلا حاجه منفصله بس مثلا عندها فودافون مثلا ايجيبت هي عليها كذا فودافون كارت بتتكلم عنها، فيه بتتكلم عن فودافون ريد، بتتكلم عن مثلا السيرفيس بتاعت مثلا فودافون ان، بتتكلم على النت، سرعات النت ومثلا والاي دي اس ال، بتتكلم على اكتر من حاجه. تمام، ممكن تستنبط هي بقى جزء محدد وتشتغل عليه لوحده از بروجكت لوحده. طيب ده لو هي هتشتغل كشركة كبراند في جزء معين او كميديا بلان لحاجة معينة. طيب تعالى مثلا ناخد مثلا لو انت هتشتغل على منتجات مختلفة، او كل برودكت ليه ميديا بلان مختلفة. في الحقيقة هو مش بيحصل ان هو كل برودكت واحد ليه ميديا بلان لوحده، غير نادرا جدا، لان هيبقى شيء مرهق جدا ومكلف جدا للشركات. فاللي بيحصل كالاتي: بتبقى الشركة عندها لاين او خط انتاج او مجموعة منتجات واخدة الجزء ده ليها لوحدها. بمعنى مثلا ولنفترض مثلا البرودكت مثلا بتاع بنتين ده، مش ده براند لوحده واخد كل ال تابع لشركة. تمام، على ما اتذكر هي يونيليفر وشغاله بيه، يونيليفر او بي ان جي مش متذكر بالظبط، بس ده واخد لاين لوحده، براندنج لوحده، ميديا بلان لوحده، تشانلز ليه لوحده، كل حاجه لوحدها، وشغال على الجزء ده لوحده بعيدا عن ان في كذا مجموعه منتجات شغال عليهم باسم يونيليفر بس. تمام، طب ليه ده خد لوحده؟ لان هي مستهدفه ان دي مجموعه منتجات واخده شريحه معينه لوحدها وشغاله بيها لوحدها. طلعت مثلا مثلا مين تاني، مثلا شركه لوريال، في شركه اسمها لوريال بتاعه الكوزماتيكس، وهي اكبر شركه تقريبا في الكوزماتيكس والحاجات بتاعه الهير بتاعه السيدات وما الى ذلك. عندها أجزاء معينة ماشية بكل كل ماشية كالوريال بمنتجاتها مع بعضها بحاجتها مع بعضها، بس مثلا عندها جزء معين أو لاين لوحده معين اسمه كريستال. تمام، ده شغالة بيه لوحده، ليه الميديا بلان بتاعته لوحده بكل حاجة لوحده وكل التشانلز لوحدها وما إلى ذلك، واخداها لوحدها. على حسب طبيعة المنتجات وعلى حسب طبيعة الأودينس ببتدي أشتغل. يعني لو أنا مثلا عندي منتجات كلاس A وعندي منتجات كلاس C، يعني شريحة أعلى حاجة وشريحة أقل شريحة وأقل شريحة، مش هينفع الاتنين في نفس التشانل، فبضطر إن أنا أفصل وأعمل ده لوحدي. فهي بتبقى استراتيجيات بتتماشى على حسب رؤية الشركة، ومحتاجة تحط البرودكت ده أو السيرفيس ده في أي حتة بالظبط. زي مثلا محمود سلامة كده بيقول على حسب الـ S3 اللي هو الـ Segmentation، وبعد كده الـ Target اللي هو، وبعد كده الـ Position. تمام، شيء من هذا القبيل يا محمد. يعني بحسبها على حسب الـ S3P، أو دي رول معينة أو قاعدة معينة بستخدمها علشان أحدد المنتج ده رايح في أي حتة. والكلام ده كله بيتحسب قبل ما المنتج ينشأ أصلا، يعني قبل ما المنتج ينشأ اصلا بحث الشركات، او احنا في الشركات بنحسب ده علشان نبقى عارفين اللاين ده رايح فين، مش بعد ما المنتج نبتدي نفكر يعني. تمام، طيب ده كان سؤالي كده عبد الرحمن، سؤال عبد الرحمن، بالنسبة لك كده الدنيا تمام؟ فهمت الجزء ده؟
ايوه تمام، فهمت عليك. يعني انت بتقصد استاذ محمود انه لما انا راح اعمل براند لمنتج معين بسوي له ميديا بلان لحاله، تمام او لما بيكون له كلاس لحاله يعني بسوي له ميديا بلان لحاله. تمام، تمام بص، هيك وانت فهمت تشغل صح؟ وانت اه بالظبط، وانت شغال على البلان دي بتقرر في الاستراتيجي بتاعتك هيخش جوه المجموعة بتاعت الشركة ولا هياخد لاين لوحده بميديا لوحدها. تمام، يعني انت مثلا عندنا في نقطة مثلا في الميديا بلان، القنوات اللي هتستخدمها او التشانلز اللي هنستخدمها، اللي على ما اتذكر النقطة الثالثة، قلناها النقطة الثالثة. تمام، في الجزء ده بقى بتقرر انا هشتغل بالتشانلز اللي موجودة اصلا مع بقية المنتجات، ولا هكرييت بلاتفورمز مختلفة واشتغل عليها. تمام، تمام مفهوم، تمام. تمام. طيب وفاء بتقول عندها سؤال. طيب سؤال كمان بالنسبة للبادجت، ازاي اقدر اوزعها واعرف مثلا لو عندي بادجت 10,000 دولار وعايز اجيب مستخدمين جدد لتطبيق موبايل، اقدر اعرف هجيب لي كام داونلود مثلا؟ لا بص هقول لك على حاجة، دي ملهاش يا وفاء اجابة صريحة. انت علشان تعرفي كل تشانل هتجيب لك قد ايه، بتخشي على الاودينس انسايت من البلاتفورمز، طبعا الاتنين تبقي متاكده ان هي موجوده عليها الكلاينت بتاعك، او من دراستك للعملاء بتوعك فاهمه ان العملاء بتوعي موجودين على انستجرام و فيسبوك مثلا، او موجودين مثلا في منطقه معينه او موجودين في جزء معين. بناء على كده ببتدي اختار ال channels دي واعمل انسايت لل channels دي، وبعد ما اعمل انسايت للتشانلز دي ببتدي احدد اه التشانلز دي مثلا فيسبوك عليها 50,000 عميل من المهتمين بالمنتج بتاعي. طب ال50,000 عميل دول علشان اوصل لهم محتاج اصرف عليهم كام، وبناء عليه بحدد الجمهور بتاعي موجود هنا اكتر ولا هنا اكتر. وبعد ما بحدد ده ببتدي اصرف بادجت هنا وبادجت هنا. بس في اول البادجت وانا بصرف ببتدي اعمل اي بي تيست، ابتدي اتست التشانل دي هي فعاله معايا ولا لا، وبقارن قبل ما ببتدي هل المنافسين بتوعي شغالين برضو على نفس التشانلز دي بيعملوا اعلانات، طب الكونتنت بتاعهم ايه، طب بينزلوا ديزاينز ايه بالظبط، وابتدي اكومبير اللي انا هعمله قبل ما اعمل كرييت مع اللي المنافسين بيعملوه، وابتدي اعمل اودينس انسايت علشان اعرف هصرف كام واني اودينس اللي هيجيلي من هنا او هنا. انما انا شور كده ابقى عارف هيجيلي كام داونلود قبل ما ستورت وكده، لا ده ما فيش حد يقدر يحدد ذلك اطلاقا، يعني الا طبعا لما هيكون حد اشتغل على الجزء ده قبل كده بنفس البرودكت بنفس الكونتنت بنفس الاستراتيجي بنفس كل حاجة. تمام، طيب نرجع بقى. وفاء تمام كده بالنسبة لك، فهمت الجزئية دي؟ وفاء راحت فين؟ وفاء انا بالعدد كبير انا مش شايف. اه بص سامعني كده؟ اه تمام. الأول متشكرة جدا لتوضيحك، بس هو الكلام ده أنا عارفاه، بس المشكلة إني دايما أنا اشتغلت في أكتر من شركة قبل كده، وكان دايما بتبقى مشكلتي معاهم إن أنا الكلام اللي أنت قلته ده أنا بقول لهم محتاجة أعمل إيه بي تيست الأول علشان أقدر أحدد. بس أنا حاسة إن في حاجة ما مش يعني أنا معرفهاش، لأن هما بيقولوا ان هما بيشتغلوا مع ناس بيقولوا لهم احنا هندفع كذا وكذا ده هيجيب عدد كذا داونلود هقول لك مثلا بقى، يعني يبقى الحل او ان انت كذا ليد. تمام تقنع الناس دي ان الرقم اللي انتوا بتاخدوه ده بيبقى الربع من الرقم المستهدف، عشان كده بيبقوا متأكدين الرقم ده هيجي ازاي. بمعنى انا دلوقتي بعمل انسايت للفيسبوك وبشوف ان انا المفروض موجود 50,000 عميل او 5 مليون عميل او ايا كان الرقم على فيسبوك. تمام، فيسبوك علشان يوصلني الرقم ده محتاج اخد سي بي سي اللي هو الكوست بير كليك، او الـ 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 على كل اللي داونلود مثلا هاخد كام. تمام، مثلا ولنفترض مثلا 50 سنت. تمام، والمفروض انت توصل مثلا ل 50,000، فبيجي هو يقول له ايه انا هوصلك ب 50 سنت. تمام، المفروض مش بيقول له بقى ال 50,000، بيقول له 100,000،
وال100 ألف دول ويديله نفس تمن الخمسين ألف شخص دول، في حين إن هو لو جاب ربع التارجت اللي المفروض هيشتغل عليه فهو أوريدي محقق له وهو مبسوط والدنيا تمام بالنسبة له. ده اللي بيحصل في ايجنسي كتير جدا شفتها. تمام، فأنت لازم تقنعيه باللي بيحصل. فهمتك. طب أو تفضل. تمام. بس معلش سؤال تاني. انت بتقول بنعرف من الاودينس انسايت بالنسبه مثلا او انستجرام صح؟ تمام، بنقدر نحدد الاودينس. بتحددي الاودينس بالظبط وبناء عليه بيجيب لك المفروض انت معاكي شريحه كام، مهتمين بايه، والقصص دي كلها. طيب بالنسبه بقى، لاني بس يعني دايما يعني بيبقى العميل في دول الخليج يعني، فهم مش فيسبوك خالص، دايما بيبقى دايما تويتر او سناب شات. فهل في حاجه في تويتر او سناب شات زي الاودينس انسايت بتاعت الفيسبوك؟ في تولز بتشتغل على ده، وفي نفس الوقت ال 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 اللي تشانل نفسها بتحدد لك ده. يعني في انسايت في الانشات في التشانل نفسها، كل تشانل فيها الانسايت بتاعها. تمام ماشي، متشكرة جدا يا محمد. ويا ريت لو بقى تكمل. جميلة. محمود سوري، أنا آسفة. أنا آسفة يا محمود. لا ولا يهمك. أنا بقول لك لو تكمل جميلك بقى في مرة كمان تبقى تقول لنا أو تورينا إزاي موضوع الـ audience insight دي، نحدد السعر ونحدد نشوف عدد الـ audience أو حجم الـ audience أو. تمام أوكي. شكرا يا محمود جدا لي. تمام. هرجع بس السؤال عشان ما نساهوش بتاع استاذ عماد، واشوف اخر بتاع سالي علشان نخش في الميديا بلان على طول علشان نلحق وقتنا يعني. بص يا استاذ عماد، دلوقتي السؤال بتاعه كان للناس اللي كانت فاكره او كده، السؤال بتاعه انا ايه الفرق ما بين دلوقتي انا في ماركتنج بلان، في ديجيتال ماركتنج بلان، في ميديا بلان، في كونتنت بلان، وكل ده بلان. طب هو المفروض ازاي الدنيا بتمشي او المفروض اعمل ايه؟ بص انا هقول لك على السيستم الصح اللي المفروض بيمشي، وبيزد على ده لقيت نفسك مطلوب منك بلان، فانت بترجع للستيب اللي قبلها وتاخد منها البلان بتاعتها عشان تقدر انت تكمل. بمعنى هناخدها من فوق. اول حاجه المفروض في حاجه اسمها بزنس بلان. يعني ايه بيزنس بلان؟ البيزنس بلان دي المفروض ان انت بتاخد من صاحب الشركه او الشخص المسؤول عن البروجكت او الشخص المسؤول عن البرودكت اللي هيتباع او صاحب المصلحه نفسه او العميل، بتاخد منه حاجه اسمها بيزنس بلان او بيزنس موديل كانفاس اللي هو التفاصيل عن المشروع. محدش هيجيب حاجه ويبيعها لما يكون عارف كل تفاصيلها ويكون عارف مخابئها فين وتفاصيلها ايه وما الى ذلك. تمام. ف لازم أن تكون عارف الميديا البيزنس بلان دي فيها ايه بالظبط. طبعا فيها التارجت، هو بيستهدف مين، بيبيع ايه، بكام، التفاصيل بتاعته ايه، هو ميزته ايه، هيشتغل على ايه، معاه كام، عايز يصرف كام، القصص دي كلها. خلاص انت معاك بيزنس بلان، والبيزنس بلان واضح فيها كل حاجه او واضح فيها كل التفاصيل اللي انت محتاجها كماركتنج او كحد بتاع تسويق. بتجيب البيزنس بلان دي، البيزنس بلان مكتوب فيها ان هو عايز مثلا يبيع الالف منتج دول، والالف منتج دول المفروض ان هم يكسب منهم. تمام، او عايز يحقق منهم مكسب مثلا 20% 30%. بتيجي انت بقى كماركتير تقول له ماشي شكرا على البلان دي، وبتبتدي انت تشتغل على حاجة اسمها ماركتنج بلان. بتاخد الماركتنج بلان دي بتعمل فيها ايه؟ بتدرس السوق، بتدرس العملاء، بتدرس البرودكت اللي هو هيبيعه ده فعليا هيبيع وهيشتغل ولا ايه ظروفه في السوق ولا دنيته فيها ايه. بتبتدي تحدد الديفلوبمنت هيمشي ازاي، الميزانيه، الكلام ده كله. بتبتدي تحدد كل التفاصيل بتاعه الماركتنج بلان اللي هي فيها الدراسات، بتعتمد بقى على اجزاء محدده اللي هي الماركتنج بلان. يبقى خلاص قلنا في بيزنس بلان هتاخد منها التفاصيل، وهتروح للماركتنج بلان تشتغل على 3 اجزاء. اول حاجه بتعملها السيتويشن اناليسيس، بتعمل اناليسيس
علشان تفهم الكلام اللي هو قاله صح ولا لأ، والسوق متطابق مع الكلام ده ولا لأ، والعملاء هم فعلا حقيقيين ولا لأ، وإيه النظام بتاعهم. خلاص اشتغلت على الجزء ده وفهمته وعرفته، بتيجي بعد كده تعمل استراتيجي بلان جوه. احنا كل ده بنتكلم جوه الماركتنج بلان، تعمل استراتيجي. خلاص عملت استراتيجي، الاستراتيجي اللي هو انت هتلعب بأني طريقة في السوق، هتنزل بأوفر ولا هتنزل بكواليتي ولا هتعمل ايه بالظبط، ولا هتنزل في اماكن معينة واماكن لأ، ولا هتنزل تعلي على منافس معين ولا ايه الدنيا. تمام، خلاص بعد ما عملت الاستراتيجي بتاعتك جوه الماركتنج بلان، بتبتدي تعمل الاكشن بلان بتاعتك. انت الاكشن بلان بتاعتك بتحددها بناء على البلان. خلاص يبقى انت كده معاك بلان، بيزنس بلان، فاهم البيزنس عامل ازاي، وبعد كده معاك ماركتنج بلان. طيب الماركتنج بلان اخر حاجه قلناها فيها اللي هي الاكشن، الامبلمنتيشن، التنفيذ. طب انت هتنفذ ازاي؟ طيب انا في الماركتنج بلان بتاعتي والله يا عم المفروض ان انا هنزل على السوشيال ميديا، وهنزل اعمل اعلانات في جوجل وعلى فيسبوك وما الى ذلك، علشان العملاء بتوعي من خلال دراستي للعملاء موجودين في القصص دي. طب تعالى يا بتاع السوشيال ميديا، او انا كبتاع سوشيال ميديا المفروض ان انا اعمل حاجة بقى اسمها ديجيتال ماركتنج بلان او سوشيال ميديا بلان بناء على الماركتنج بلان. طب السوشيال ميديا بلان دي او الماركتنج بلان دي بعمل فيها ايه؟ ببتدي اظبط الخطوات العمليه اللي انا هعملها، او التفاصيل العمليه اللي انا هعملها، تمام، كخطوات، تمام، علشان احقق الهدف بتاع الماركتنج بلان اللي مطلوب من البيزنس. تمام، طيب السوشيال ميديا بلان، ده انا هنزل فيسبوك وانزل في الحتت دي كلها، وابتدي اماركت ان المنتج ده افضل منتج بمواد فعاله في السوق، عشان بتاع الماركتنج شاف ان الجزئيه دي كويسه، او انا كبتاع ماركتنج وانا عم بعمل دراسه الماركتنج شفت ان الجزئيه دي كويسه وابتدي اظبط عليها. يبقى انا كده عملت البيزنس بلان، ودخلت خدت الماركتنج بلان، وبعد كده اشتغلت بناء على الماركتنج بلان اللي هي الدراسه الكامله. عملت الجزء بتاع الامبلمنتيشن او التنفيذ اللي هو السوشيال ميديا بلان، لان هنرجع ونقول ان السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج والكلام ده كله هي حاجات كلها امبلمنتيشن، حاجات تنفيذ كلها. يعني انت بتنفذ على السوشيال ميديا علشان ان انت تحقق الاهداف بتاع الماركتنج او الاهداف بتاعت الماركتير، مش ان انت بس انت حد عندك وبتعمل له سوشيال ميديا وبتبتدي تشتغل، لا، يبقى انت في فيز وقعت منك، جزء وقع منك. طيب وانت بتعمل السوشيال ميديا بلان بتحط جواها او بتشتغل على اجزاء تانية زي الكونتنت بلان. انت دلوقتي هتشتغل على السوشيال ميديا، طب الكونتنت اللي هتنزله على السوشيال ميديا ايه هو؟ يعني انت دلوقتي الكونتنت ده هتشتغل ازاي على السوشيال ميديا؟ فانت لازم تحدد في الكونتنت من السوشيال ميديا. ده كده تفاصيل او شرح مبسط عن الجزء اللي سألت عليه يا عماد. كده الدنيا وضحت بالنسبة لك ولا ايه؟ انا تمام، شكرا. بس لو في سامبلز للاكشن بلان والسوشيال ميديا بلان يبقى طيب، انت التطبيق. عندي على فيسبوك اكيد، شور. مش عارف. طيب عموما حاول، يعني انا هتقطع، انا حاول اوصلك وانت اوصل لي، وانا هنظبط الجزئيه دي. الصوت راح. سامعني؟ الو، كده سامع. تمام، بقول لك كونكت معايا وهنظبط الجزئيه دي. تمام، اشكرك. تمام، السؤال بتحسش هذا، يعني ميديا جزء من الكونتنت بلان بشتغله سواء اكيد ده صح؟ بصي، هي يا سجا، بعمل وانا بعمل الميديا بلان بحط جواها الكونتنت بلان، يعني وانا بعمل الميديا بلان بحط جواها الجزء بتاع الكونتنت، هكتب ايه في الكونتنت ده. تمام، ده يعني او بلحقه بيها، يعني انا عامل ميديا، المفروض الميديا دي هكتب عليها كونتنت يعبر عن 1 2 3، فخلاص يبقى انا كده مظبط الجزء ده، وعارف ان الكونتنت ده تبع الميديا بلان دي. يعني بتاع الكونتنت لما بيجي يكتب كونتنت بيبقى عارف بالظبط الميديا اللي هيحط عليها الكونتنت ده ايه بالظبط. تمام،
عشان كده بيكتب. يعني مثلا ما يجيش اقول له اكتب لي مثلا خمسة كونتنت، تمام؟ طب خمسة كونتنت دول يا عم الحاج هينزلوا فين؟ هينزلوا امتى الجزء ده؟ فانا كبتاع كونتنت، لما حد يجي يقول لي انا عايز كونتنت اكتب لي كونتنت، بقول له لا، ما فيش حاجه اسمها كده، ده انا بعمل ميديا بلان، والميديا بلان ببني لك عليها كونتنت بلان، والكونتنت بلان ببني لك عليها كونتنت كليندر، وببتدي اظبط مع بتاع الديزاينر. مش شغلانه يا عم الحاج، مش قصه هكتب لك بوست واتكل على الله، تمام؟ ده الجزء بتاع سجا. هرد على سؤال ندى علشان نخش في الميديا بلان. ماشي، عنده سؤال: لو في شركة جديدة لسه هتعمل حساب على السوشيال ميديا، ايه الخطوات اللي بيتم مراعاتها في اول 6 شهور لنجاح تسويق صفحة وتحقيق الهدف زيادة المبيعات فيما بعد؟ بص يا ندى، هيبة ممكن تمبلت لكل هي الاي بلان. اوكي ماشي، انا كده كده موضوع التمبلت ده مفروغ منه، هظبط التمبلت وابعتها لكم. يا جماعه انا بخرج من اللايف بيكون في كذا حد، ناس كتير طلبت حاجات، ف اللي بيطلب مني حاجه استاذنكم يبعتها لي بعد اللايف، يفكرني بس بيها، يعني يبعتها هنا ويفكرني بيها وانا هنسقها وابعت لكم كلكم ان شاء الله. بصي، ممكن أسأل سؤال بعد ما تجاوب على السؤال؟ تمام اوكي. بصي يا ندى، الجزء بتاع السوشيال ميديا، لو انا هعمل سوشيال ميديا، الخطوات اللي همشي عليها في 6 شهور لانجاح هذه الصفحه، هو الفكره مش في انجاح الصفحه قد ما فكره انجاح الاوبجكتيف اللي انا هشتغل عليه. ولو انا الاوبجكتيف بتاعتي ان انا احقق زياده في المبيعات، لو الاوبجكتيف بتاعتي ان انا احقق زياده في المبيعات، فده محتاج هحقق زيادة في مبيعاتي ازاي؟ هشتغل بأني طريقة؟ الكلام ده كله. فأنا هحتاج إن أنا أشتغل على الجزء بتاع الماركتينج بلان علشان أحقق بقى الأوبجيكتيف بقى والقصص دي كلها. طيب زي خطة تنفيذية مسيطرة بعد الماركتينج بلان، بعد البزنس بلان. كان في كل خطة الأفعال، بس لازم تكون في مساحية بينها. مشغول جدا أستاذة فاطمة. العفو العفو. طيب أنا لقيت بصراحة، أنا بدرس يعني ماستر إدارة، تمام، وماخدة دبلوم عالي لسنة في الرياضة وتطبيقات الأعمال، تمام. فأنا بصراحة كثير مطلع على التسويق والسيو والمواضيع هاي، بس إنه أنا بتابع دائما لإله البوستات، فبحس دائما إنه في عنده يعني دائما جديد، يعني فهذا اللي خلاني أفوت، تمام. لقيتها، بس أنا بدي أعرف الفرق. يعني أنا بحط خطة تسويقية، تمام. هلا الميديا هاي شو بتختلف عنها؟ يعني بس إنه هي خاصة للسوشيال مثلا؟ أي مش خاصة. ميديا بلاك. مين اللي كان هيرد؟ مين اللي كان هيرد؟ يرد يكمل عادي. اصل احنا فكرين حضرتك مش موجود عشان الصوت كان قطع. هو انا فعلا عندي مش عارف ليه مشكله في النت، بس ايه، لا كملوا يا جماعه عادي، انا ما يعني موجود، كملوا، وانا اللي لو في غلط هصحح. هو انا السؤال اللي بتحكي انه تسويقيه، بس هي بتحكي انه هل في فرق بين الميديا بلان والماركتنج بلان، ولا هي واحده؟ هو صراحه في ناس تدمج بينهم، يعني في ناس بتروح تحط الماركتنج بلان بتبني على اسس، بعدين بتكمل في الميديا بلان بعديها على طول، بس في ناس لا، بتحكي لك الميديا الماركتنج بلان بيعملها شخص، والميديا بلان ممكن يعملها شخص يعني اقل بشويه من ال بالظبط. هو بس في الفكره كلها يا جماعه في الميديا بلان، يعني ان انا بحدد بالظبط الميديا دي هعمل عليها ايه از كونتنت واد، يعني ده الميديا دي انا هعمل عليها ايه از كونتنت واد. طب ايه الفرق ما بينها؟
وما بين السوشيال ميديا بلان. السوشيال ميديا انا بشتغل على السوشيال بشكل كبير جدا، هحط فيها بقى كل الاستراتيجي اللي هشتغل عليها بالاوبجكتيف بالتارجت اودينس بكل الكلام ده كله، او بكل بتفاصيل كتير يعني بكل التفاصيل بكل ما فيها. انما الميديا بس انا باخد اللي انا طلعته من السوشيال ميديا بلان علشان انفذه فعليا جوه الميديا بلان. يعني انا بعمل في السوشيال ميديا بلان كل التفاصيل بكل الاناليسز بكل حاجه. في الميديا بلان انا بحط زي الهيدلاينز او زي الحاجات البسيطه اللي انا زي مثلا كاني هعمل بيها برزنتيشن، او ان انا اتابع بيها واعمل بيها فولو اب للشغل بتاعي. بس في الاساس انا لازم يكون عندي ماركتنج بلان عشان ابني عليها سوشيال ميديا بلان، واطلع من السوشيال ميديا بلان كونتنت بلان وهي ميديا بلان. بس انا يعني ده الجزء يعني، او ده يعني. معلش سؤال استاذ محمود، بس عندي بصراحه سؤال بس يعني لو سمحت. استاذ محمود هلقيت انا فهمت كلامك تمام، بس بصراحه عشان اكون فاهمه اكثر يا ريت بس انه تعطيني نموذج، يعني انه مثال، يعني تقول لي مثلا مثال عملي تمام. طيب. انا فعليا بعمل هذا الجزء في الاكشن بلان، بحط مثلا هذا الجزء مين رح يعمله، بنعمل هيك على مثلا على الفيسبوك على انستغرام، بس انا بحطها بشكل عام لكله تمام. بس ممكن تعطيني مثال؟ تمام اوكي. كان في حد تاني برضه هيتكلم، انا ممكن اجاوب على السؤال ده واللي كان هيتكلم يكمل عادي. بصي هقول لك لا، هو فعليا لما حدا بيسال المفترض مدير الجلسه هو اللي يجاوب صح؟ ايوه انا اللي هجاوب، بس انا بقول كان في حد تاني بيسال، فانا بعد ما اجاوب على السؤال ده انت هيسال عشان بس ما يدور ما يفوتش، فاهم؟ تمام. بص يا مين كان بيسال؟ يا وفاء. بص يا وفاء، دلوقتي انا دلوقتي كشركه المفروض ان انا هشتغل، لسه معايا بيزنس بلان وعايز ابتدي اعمل الماركتنج بتاعي. طيب اللي بيحصل كالاتي، بيجي دلوقتي مدير التسويق بياخد البيزنس بلان، وانا نفترض مثلا ان هو منتج موبايل تمام، بياخد المنتج وياخد البيزنس بلان ويبتدي يفهم كل ما في المنتج وكل ما في البيزنس بلان او اللي البيزنس محتاجه عشان يشتغل. طيب هو فاهم كل التفاصيل، بيبتدي يعمل ماركتنج بلان. في الماركتنج بلان دي بيحط سيتويشن اناليسز لكل حاجه تمام، سواء اودينس بقى وسوق وما الى ذلك. تاني حاجه بيعمل استراتيجيه معينه عشان يبتدي يشتغل بيها في السوق ده تمام. ولنفترض ان الاستراتيجيه دي ان هو هينزل بالموبايل ده على كل السنترالات ويوزع المناديب بتوعه على كل السنترالات، ويبتدي ان هو يشتغل توزيع عليهم بمناديب علشان يبتدي ينشر المنتج. دي اول نقطة. تاني نقطة هيشتغل مع انفلونسر مثلا، ونفترض يجيب الممثل مثلا اكس، ويبتدي من الممثل ده ينشر البرودكت ده او يوزع المنتج ده ويعمل بيه اويرنس بشكل كويس. تاني حاجة في الاستراتيجية بتاعته ان هو ينزل على السوشيال ميديا ويعمل اعلانات على السوشيال ميديا وتشانلز خاصة بالمنتج ده على السوشيال ميديا. في الاستراتيجية بتاعته ان هو هيحاول يوصل المنتج بتاعه لكلاس بي وكلاس اي تمام، ويبتدي يعمل اكشن بلان هينفذ ده على خطوات ازاي، يعني ايه الخطوات اللي هيمشي عليها. اول حاجة في الخطوات ان هيعمل سوشيال ميديا بلاتفورمز كتير، ويبتدي يعمل الميديا بتاعته ويتعاقد مع ايجنسي تعمل له اعلانات على السوشيال ميديا، وبعد ما تعمل اعلانات على السوشيال ميديا يتعاقد مع الانفلونسر اللي هيتعامل معاه ويبتدي يدرب الايه المندوبين. طيب خلاص كده دي الماركتنج بلان بتاعته. بيجيب التيم بتاعه بتاع الماركتنج تمام، ويجيب تيم. التيم بيكون مقسم لكذا اجزاء، واحد شغال سوشيال ميديا او ديجيتال ماركتنج مثلا، وواحد بتاع فريق المناديب والمبيعات تمام، او تابع لفريق المبيعات بس هو جزء المناديب، ويبتدي جزء المناديب. الجزء الثالث الناس اللي خاصة بالميديا اللي هي المقصود بها التلفزيون
والراديو وما الى ذلك. بيقسم الثلاث مجموعات دول، يا بتوع السوشيال ميديا اعملوا لي سوشيال ميديا بلان او ديجيتال ماركتنج بلان، ازاي هتنزلوا بالماركتنج ويديهم الماركتنج بلان، ازاي هتنزلوا بالماركتنج بالسوشيال ميديا بتاعتكم بناء على الماركتنج بلان اللي انا هديها لكم دول، ويبتدوا يشتغلوا ويعملوا سوشيال ميديا بلان. ويجي بتوع ال وطبعا وهم شغالين لما يعملوا السوشيال ميديا بلان بتاعتهم بيطلعوا منها شكل تنفيذي سريع اللي هو الميديا بلان هيشتغلوا ازاي على الميديا بتاعته، وكونتنت بلان ازاي هيبنوا كونتنت صريح للسوشيال ميديا عشان يوصلوا الرساله بتاعت الماركتنج بلان. يجي بتوع المناديب ياخدوا الماركتنج بلان ويبتدي تتشرح لهم ازاي هيعملوا الاجزاء دي كلها ويبتدوا يشتغلوا عليها، ويبتدوا وهم نازلين يوزعوا يتكلموا في السلوجان، يتكلموا بنفس الطريقة اللي اتدربوا عليها واللي اشتغلوا عليها ازاي يوزعوا المنتج بشكل صريح وبشكل كويس. تيجي الايجنسي تعمل له برضو ميديا بلان ازاي هم هينزلوا بنفس السلوجان بنفس القصة بنفس توصيل الرسالة عشان على الميديا علشان يحققوا الهدف بتاعه. هينزلوا لكلاس اي وبي زي ما هو قال خلاص، يبقى هينزلوا على قنوات مثلا سي بي سي، وهينزلوا مثلا على اون سبورت والكلام ده كله. هينزلوا مثلا على قنوات مثلا ايه، يبقى هينزلوا مثلا في بين سبورت والقصص دي، ويبتدوا يعملوا له ميديا بلان. يجمع بقى هو كل البلانز دي كلها ويبتدي يتابعها ويعمل لها فولو اب بناء على الاكشن بلان اللي هو كان حاططها، هل هي ماشية مظبوط ولا في حاجة غلط. يبقى كده خلاص اشتغلنا كل البلانز اللي انتوا بتكلموا فيها بنفس الطريقة دي. في طرق تانية او في طرق تانية وكتير، بس هي دي الطرق المتبعة او اللي المفروض بيحصل في الشركات. طيب لو انا شركة صغيرة بطبق كل الكلام ده كله، بتطبق المفروض بس على سكيل صغير او على حسب الاوبجكتيف والتارجت اللي محطوط. دي كده القصة كلها بتاعت الماركتنج بلان والسوشيال ميديا بلان والميديا بلان والكونتنت بلان والكونتنت كلندر والقصة اللي ورا بعضها دي كلها. اعتقد كده المفروض الدنيا يعني الدنيا كده وضحت تمام. حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ استاذ محمود بس استسمحك، انا كنت سالت حضرتك بس كان الخط فصل ساعتها يعني فصوت قطع. تمام اتفضلي. طيب الجزء اللي فات ده انا مش عايزين نتكلم فيه تاني عشان الوقت. حد عنده تمام. انا عارف ان هو سؤالك مختلف يعني، انا قصدي في حاجه تانية. انا بكلم حد تاني عنده اي تفاصيل في الجزئيه اللي فاتت قبل ما نخش. طيب لو سمحت استاذ محمود سؤال. لا في نفس الجزئية اللي فاتت ولا حاجة جديدة؟ لا في جزئية البادجت. طب خليها ثانية واحدة قبل ما نشوف ندى. طيب أوكي. تمام اتفضلي. انا كان سؤالي ان لو في شركة لسه تعمل حساب جديد على السوشيال ميديا تمام، ايه الخطوات اللي انا اراعيها في اول 6 شهور لانجاح الصفحة دي وحقق الاوبجكتيف بتاع الشركة نفسها؟ تمام. بصي هقولك على حاجه، هي ده مش بيعتمد على ان انا انجح الصفحه قد ما انا اعتمد على ان انا انجح البراند ده. البراند ده انا فاكر انت كنت بتقولي ان هو هدفه بيعي يبيع. طب هنا في حاجه غلط، انا ازاي هنزل ابيع وانا اوريدي الناس مش عارفاني؟ طب لو الناس عارفاني يبقى الهدف بتاعي ان انا ابيع، يبقى انا هبتدي اتارجت ال- 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 الناس ازاي على السوشيال ميديا، والناس على السوشيال ميديا مش عارفه الصفحه دي بتاعت مين. فالاصح ان انا انزل اعمل اويرنس وابتدي اعرف الناس في اول كوارتر اللي هو اول 3 شهور بيا انا مين وبعمل ايه ومفروض هدفي هنا ايه، وبشتغل عليها ككونتنت اندايركت. يعني ايه اندايركت؟ يعني مش بقول للناس خدوا المنتج ده واشتروه او المنتج ده هينفعكم في 1 2 3، لا انا ببتدي اعرف الناس بطريقه غير مباشره المنتج ده بتاع ايه وبيعمل ايه. في الكوارتر اللي بعدها اللي هم الثلاث شهور التانيين عشان يبقى قفلنا الست شهور بتوعكم، ببتدي اشتغل بقى دايركت سيل، ببتدي ابيع بشكل مباشر. وفي الثلاث شهور الاولانيين ابتدي اجمع فيدباك من الكلاينت بتاع المودريشن او الناس اللي شغالين مودريشن، بيعملوا شيت كده اخر الشهر المفروض بيكون اسمه كاستمر فيدباك، بيجمعوا كل الكومنتس والمسج والديتيلز بتاعت الكلاينت كلها ويبتدوا يشتغلوا عليها، او بتوع الميديا والكونتنت يشتغلوا عليها للثلاث شهور التانيين علشان يقدروا يبنوا كونتنت واوبجكتيف كويسة ليهم. ده كان إجابة سؤالك يا ندى. محمود معلش أنا آسف، من فضلك بالنسبة لنقطة الـ export الداتا والكلام دوت،
ازاي انا اجمع الكومنتس كلها بتول، ايه التولز اللي بتستخدمها اجمع بيها التولز الكومنتس اللي جات لي كلها الشات علشان في 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 حاجه في 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 لو انت عملت سيرش على ميني شات ده عارفه تمام. في في تول ان انت بتجمع الكومنتس كلها، وفي نفس الوقت انت لو بتاع المودريشن اشتغل عليها ديلي كل يوم جمع الكومنتس والمسج في اخر ربع ساعه شغال فيها اوريدي، انت اخر شهر هتلاقي عندك الشيت. حتى لو هو لان بتوع المودريشنز احيانا ساعات بيكونوا تكنيكال الدنيا بالنسبه لهم مش مظبوطه، فهو لو جمعها أيوة. في اخر ربع ساعه الدنيا بالنسبه له خلاص اخر الشهر هيديك الشيت. تمام. شكرا لله. طيب نكمل بقى الجزء بتاع الميديا بلان علشان نشوف الجزء اللي جاي. حد تمام كده؟ هو انا عندي سؤال بصراحة، عندي سؤال. هل تطور انت حكيت انه بالكوارتر الاول احنا بنعمل اويرنس، تمام، بالتاني بنبدا بشكل غير مباشر وهيك. لقيت انا قرات قبل يومين القمع التسويقي اللي بيكون مين. بالاول مرحله البوفو، بعدين الموفو، وبعدين بيوصل للتوفو. تمام. لقيت هو بيحكي نفس القصه اللي انت بتحكيها، يعني انه بالبدايه بنعمل اويرنس وهيك، بعدين مين. بصير انه بنهيئ المستخدم لمرحله القرار، وبعدين هو بصير انه عميل محتمل وممكن يدل علينا بالموضوع هذا. هلقيت بصراحه انا في عندي جزئيه مش كاداره، جزئيه كتسويق يعني. تمام. هلقيت انا بجد صعوبه بالسوشيال ميديا باللينكد ان، يعني هلقيت لو انا بدي انشر نفس البوستات اللي موجوده على الفيسبوك او مثلا على الانستغرام او على تويتر على لينكد ان كصفحه، تمام. هلقيت انا كيف بدي اعمل، يعني مثلا لما اكون انا حساب واعمل اضافات مثلا هم يرجعوا له هيك انه بيزيدوا العدد وتمام التمام، بس على لينكد ان كيف دعمل هذا الموضوع يعني من صفحه؟ كيف في حاجه كل 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 تشانلز ليها حاجه اسمها بلوجريزم، يعني سجلي الكلمه بلوجريزم. بلوجريزم انا بعت لك الاسم على الخوارزميه. ايه تمام ميه المنصات خوارزميه. طب اوكي ماشي تمام. كمل. البروجريزم ده اعملي عنه سيرش هتفهمي كل بتبقى منزلها البلاتفورم نفسها. هتلاقي فيسبوك ليها بلوجريزم، هتلاقي فيسبوك ليها بلوجريزم. كل طبيعه بلاتفورم وهم بيبنوها بيفكروا في الاجزاء اللي حضرتك بتساليها دي، ازاي الناس دي هتبقى عايزه تنشر واحنا ازاي نتابع ده او نسهل لهم ده. فطبيعي ان مثلا بيبقى مثلا مش فاهمين احنا كمستخدمين او كبتوع سوشيال ميديا، لو مش فاهمين طبيعه البلاتفورم دي المفروض بتقول لنا نستغلها ازاي مش هنقدر نستغلها. يعني مثلا لو انا جبت بوست من فيسبوك نزلته في لينكد ان والعكس مش هيعمل انتراكشن زي ما هو المفروض طالع، دي حاجة تانية طبيعة الناس والكونتنت. فانت لازم تكوني عاملة كستمايز وعاملة اناليسيس بشكل كويس جدا اللي انت هتعمليه على البلاتفورم ده ايه، ومحتاجة منه ايه، وهتعمليه ازاي، والقصص دي. فلو نفذتي ده هتبقى الدنيا كويسة، دي حاجة. حاجة تانية ان انا انشر نفس الكونتنت على نفس البلاتفورم مش دايما بيبقى ناجح. بعض الطرق ممكن تيجي او بعض الكونتنت انما ان انا اشتغل هنا زي اشتغل هنا لا، مع العلم ان انا ما اشتغلش هنا عكس هنا. يعني ما اجيش مثلا في لينكد ان اشتغل حاجه واجي للناس على فيسبوك اقول لها حاجه تانية. فلا طبيعي لو انا عندي كلاينت على الاثنين بلاتفورم، لان المستيك ده بيحصل كتير، الاقي الكلام عكس بعضه. فلازم امانج الاثنين بشكل دايركت، بس بالنسبة للكلاينت هو شكل اندايركت. فلازم نفهم البلوجريزم، لازم نفهم الاودينس، لازم نفهم الاوبجكتيف اصلا بتاعتي ايه، وابتدي اشتغل عليه. عشان كده بنعمل الميديا بلان، كل بلاتفورم هحط عليها ايه، ومين اللي هيشتغل عليها، وهحط عليها ازاي، وطبيعة الكونتنت وطبيعة الاودينس والقصة دي. لا انا كل الكلام اللي انت حكيته انا فعليا عاملاه، يعني انا كل صح انه انا بقول لك نفس الكلام بكتبه، بس انا فعليا بعمل كاستمايزيشن، الهاشتاجات مش نفسها بستعملها والموضوع هذا. اقول لحضرتك على حاجه ثانيه، هاتي
هات الكومبيتيتورز، اكيد لك كومبيتيتورز وعارفاهم منافسين. تمام تمام قصدك اعمل زيهم يعني بالظبط. طب تمام، هل انت انا على فرض انه انا عملت زيهم، سواء انا على فكره ديزايناتي افضل منهم تمام، لا انا مش عايز الافضل، انا عايز زيهم. ممكن يكون الكلاينت مش لاقي مع الافضل. ايه كلاينت ايش؟ مش لايق مع الافضل، مش حابب الافضل ده، هو محتاج كاتيجوري معين. هاتي حد مثلا بيتفرج على مثلا قنوات من قنوات ال سي، مش فاكر منها قنوات زي مثلا ايه، مثلا في قنوات على ممكن تضرب مثال على شغلي انا يعني عشان انا في المجال الطبي. تمام تمام يعني هو خدمات صحية منزلية يعني في السعودية، يعني أنا من فلسطين وبشتغل للسعودية تمام. هل أنت في عندهم يعني أخصائيين بروحوا على البيوت بيعملوا علاج طبيعي وممرضين ودكاترة والموضوع هذا، هل أنت فعليا الديزاينات ما فيش فيها مشكلة، المحتوى أنا يعني بكتبه ممتاز تمام، هل أنت على الانستغرام بصراحة كتير كتير ممتاز يعني، يعني أول ما مسكته لحتى ممكن الآن أقول لحضرتك على حاجة. ممكن يكون أصلا الكلاينت بتاعك مش موجود أصلا أصلا على لينكدين أو ما بيحبوش. بعدين حضرتك بتتكلم على الانستغرام، أنا أعتقد إن في فرق كبير ما بين عميل انستغرام وعميل لينكدين، فممكن يكون أصلا العميل بتاعك مش على لينكدين. بعد إذنكم أقول لكم على حاجة تانية في موضوع السعودية. تمام. انا مش قصدي اقطعك او حاجه، بس انا كنت بتكلم مره مع واحده سعوديه وفهمت منها انه هم مش قاعدين على لينكد ان زي ما انت متخيله، فاهمه حاجه؟ يعني لو انت بتدوري على كلاينت من لينكد ان انت مستحيل تلاقي، عايزه تلاقي كلاينت في السعوديه، انا بكلمك بشكل عام مش بس عن مجال الطب، انا بكلمك بشكل عام، عايزه تلاقي كلاينت من الخلايجه اصلا او السعوديين عندك انستغرام وسناب شات، وسناب شات اكتر من اي حاجه ثانيه لان هي دي البلاتفورم بتاعتهم. يعني مثلا هنا في مصر لو خدت بالك ان لما بيطلع هاشتاج او ترند او احنا بنبقى مركزين على فيسبوك، فالمصريين بيحبوا فيسبوك فعلا، ده حقيقي، فاهمه قصدي ايه؟ فانت لما انت بتتكلمي على الخلايجه، الخلايجه بيميلوا اكتر للانستغرام والسناب شات، فانت لو بتتكلمي على لينكد ان، لينكد ان بروفيشنال اكتر، انه شركه بتدور على حد يشتغل او حد بيدور على حاجه معينه، فاهمه قصدي؟ مش هتلاقي الكلاينت بتاعك في السعوديه في لينكد ان. دي نقطه بس كنت حابه اقولها لك من واحده سعوديه انا عارفاها، هي كلمتني في الموضوع ده، كنا بنتكلم مره على برضو حاجه في شغل، وقالت لي ان هم فعلا قاعدين على السناب شات والانستجرام اكتر من اي بلاتفورم تاني. هو ده انا فاهم عليك، حتى يا هناء يعني حتى اللي قاعد على لينكدين من السعوديه بيكون سلوكه مختلف عن اللي قاعد على الانستجرام، اللي قاعد عماله بتحكي الانستجرام ناجح كثير، ليش ما تروح تعمل الاكسبان؟ هو الصوت يعني في مشكله يا جماعه، هو حد عنده دوشة فعملت له ميوت لحد ما يظبط دنيته ويرجع تاني. تمام، انا كنت عايز اقول لك نقطة من فضلك، هو الاخت اللي كانت بتتكلم بالنسبة لبروجكت السعودية، اعتقد ان هي كده مش اهلا بيك يا اخت وفاء، اعتقد ان انت كده مشكلتك في فهم البرسونا بتاعتك اكتر، يعني انت محتاجة تقربي من البرسونا بتاعتك اكتر وتحطي لها سيناريوز مختلفة، لان تحديد البلاتفورم اللي عليها الكاستمر بتاعي ده جزء كبير قوي من فهم البيرسونا بتاع الكاستمر بتاعي. انا ممكن اكون بكلمه في حته وهو اصلا في حته تانية. بالظبط. هو طب في استاذ احمد عيطه في شغله حلقتها بصراحه، اللي عندنا يعني حسب الخطه اللي احنا حطيناها هم بيحاولوا يركزوا على الناس اللي عندهم مستوى دخل عالي، عشان كده انا اجد بالي انه كل الناس موجودين على تويتر، موجودين على 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 سناب شات، وموجودين برضو على انستغرام، الدخل العالي برضو موجودين. بس لينكد ان اغلبهم يعني ناس بتشتغل، يعني انه ناس يعني دخلها عالي، بس من هاي الناحيه انا فكرت.
جميل، بس حضرتك بتقولي ان انت بتبيعي سيرفيس، والشباب مش اعتقد ان في العالم العربي دخله مش عالي انه يوصل لليفل عالي زي ما احنا متفقين. يعني مثلا اغلب اصحاب الشركات مثلا مش موجودين على لينكد ان، اي ثينك كمان في مصر يعني، او لو بنتكلم على مصر او بنتكلم على الخليج كمان، مش كله على لينكد ان، مش كله قاعد على لينكد ان. بالظبط يعني. لو انت بقى محتاجه هو البرودكت ايه؟ هي بتقول خدمات صحيه، خدمات طبيه منزليه. الناس الكبار في السن يعني مش الشباب. طيب جميل. بس يعني برضه طيب. زين يبقى انت بتتكلمي برضه في فيسبوك وسناب شات زي ما بقول لك، لينكد ان الناس اللي هتجيلك منه قليلين فوق ما تتخيلي، ممكن ما يجيش ناس اصلا. فانت لازم تحددي البلاتفورم اللي انت تشتغلي عليها، ان البلاتفورم اللي هم موجودين فيها، فهمت قصدي ايه؟ وحتى خلي بالك الاي كلاس اللي انت مستهدفاها، او الناس من الاخر اللي معاها فلوس، هم مش قاعدين على لينكد ان، هم ناس مرفهه يقعدوا يعملوا ايه على لينكد ان؟ هم يقعدوا على السناب شات والانستجرام، فاهمه قصدي؟ في حاجه يعني مثلا الكلام ده في 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 حاجه اسمها وي ار سوشيال ميديا، اكيد في ناس مننا عارفاها. خش عليها وهاتي كل يعني انا بعت لكم اسمها في وي ار سوشيال ميديا السعوديه، هتخشي هتشوفي كل الاناليسز بتاعه السعوديه على السوشيال ميديا عامله ازاي، وبيزد على ده اعملي كومبير على ال الله يفتح عليك. مظبوط تمام. الميديا بلان يا محمود ما خلصتش، احنا هنكمل فيها بس بنخش في سؤال ورا سؤال. خلينا نكمل في الميديا بلان. لو الدنيا بالنسبه لك يا سجا، يا مين 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 مين، لو الدنيا بالنسبه لك خلصت تمام. هو انا عندي اقتراح ليك من فضلك. اتفضل. ان انت تشرح الاجنده بتاعتك كلها، والاسئله كلها تبقى في الاخر، اللي عنده سؤال تمام يسجله، فتبقى الناس كمان انجيجد لحد الاخر ويكونوا الصوره كلها على بعض، لعل وعسى ما تفضلش تتعب معانا في اسئله مكرره او نقط تكون لسه ما اتقالتش وتسال فيها بدري. طيب خلاص اوكي. هكمل وفي الاخر هحاول ان انا نقعد، احنا كده كده في اوقات بنقعد ال 12 وي، فبس عشان الناس مش كل الناس هيبقى عندها افيلابيلتي ان هي تقعد لكل ده. طيب دلوقتي اللايف، في حد بيسال اللايف؟ انا بحاول فعليا اسجل اللايف، فزي ما يعني ما اقدرش ابعدك، هو هيكون متسجل او لا غير بعد التيست بتاع المره دي. خلينا نشوف. طيب احنا هتدخل بقى في الميديا بلان على طول. كل واحد يسجل الاسئله بتاعته، يا ريت فعلا زي ما محمد عمر بيقول، في الاخر هنسال ان شاء الله. طيب بصوا يا جماعه، دلوقتي اخر حاجه او اللي اتكلمنا فيه يعتبر هي اصلا اول حاجه اتكلمنا فيها، انت محتاج تحدد عشان الناس اللي دخلت وخرجت او الناس اللي داخله جديد، انت علشان تشتغل على البوينت بتاعه الميديا بلان انت لازم تحدد الاول انت عايز تحقق فيها ايه، دي اول نقطة. تاني نقطة محتاج تحدد هتستهدف مين بالظبط. تالت نقطة انت محتاج تحدد اللي channels اللي هتشتغل عليها، تحدد النقطة اللي انت هتشتغل عليها في 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 اللي channels دي بالظبط. محتاج تحدد كم مرة هتعمل publish لبوستز او content انت هتشتغل عليه. محتاج بالظبط المحتوى اللي انت هتنشره على حسب كل channels هيكون ايه بالظبط. محتاج تشوف مين هيعمل ايه، بالظبط على channels دي، في مين هيشتغل designer، مين هيشتغل ده، مين هيشتغل ده على حسب. محتاج تحدد البادجت بتاعتك، انت البادجت دي هتشتغل عليها ازاي، يعني هتحدد البادجت دي ازاي بالظبط. طيب خلاص، انت دي الاجزاء بتاعت الميديا بلان اللي اي حد المفروض يعمل ميديا بلان يشتغل على الاجزاء دي. طيب تعالى بقى نخش كده في اول واحده اللي هي بتاعت الاوبجكتيف بتاعتك وانت شغال على الميديا بلان، اللي هي اول واحده او اول بوينت انت المفروض تحطها في الميديا بلان بتاعتك. انت ايه هي الاوبجكتيف اللي هتحطها؟ انت دلوقتي المفروض تحط اوبجكتيف اشهرها يعتبر ان انت تعمل اويرنس للمنتج بتاعك، لو انت منتج لسه داخل جديد السوق ومحتاج ان انت
تشتغل عليه، يبقى انت المفروض ما ينفعش تنزل تبيع على طول، ما ينفعش تشتغل دايركت سيل على طول، انت المفروض بتعمل اورنس او بتعمل توعية بالبرودكت ده او بتعمل توعية للبراند، فبيبقى براند اورنس. الفرق ما بين حاجة برضو الناس بتلخبط فيها، الفرق ما بين الاورنس والبراند اورنس. براند اورنس انت بتشتغل على ان انت تعمل توعية للبراند ده او للعلامة التجارية دي، انما لو انت بتعمل اورنس فهي اورنس لاي حاجة، بتعمل توعية لمرض معين، بتعمل توعية مثلا لاستخدام معين هاو تو يوز لاي منتج، بتعمل اويرنس لاي حاجه ايا كانت ايه هي، ممكن تطلق عليها اويرنس. انما ما ينفعش تقول براند اويرنس على اي حاجه انت المفروض هتعمل عليها اويرنس. طيب انت بعد كده من الشغل بتاعك او الاجزاء الاهداف بتاعتك، انت ممكن تشتغل على ان انت تعمل كرييت للبلاتفورمز دي عشان تبني عليها فولورز وتعمل ترافيك على الويب سايت بتاعك. يعني ممكن وانت شغال في الاوبجكتيف بتاعت الميديا بلان، انا بحاول اديكوا اكزامبلز كتير عشان تكون الدنيا مفهومه بالنسبه لكم. انا دلوقتي المفروض عملت ويب سايت، فالويب سايت ده مثلا اي كوميرس او بيبيع تجاره الكترونيه، فانا محتاج ان انا اشغل الويب سايت ده من السوشيال ميديا، فببتدي ان انا بعمل السوشيال ميديا، او انا عامل مثلا اب ابلكيشن زي ما كان في حد هنا معانا بيقول. طب الابلكيشن ده هشتغل عليه ازاي، او المفروض ان انا اشغل الابلكيشن ده من السوشيال ميديا ازاي؟ لا، المفروض ان انت بتعمل حاجه اسمها كرييت فولورز عشان تعمل لهم ترافيك على الويب سايت او تشتغل عليهم. طب ممكن انت تعمل ميديا بلان لحاجات تانية، او مثلا على السوشيال ميديا تحدد اوبجكتيف تانية، زي ان انت مثلا عندك ايفنت، فتعمل كرييت او تعمل ميديا بلان ان انت ازاي تجيب الناس من الميديا دي علشان يحضروا الايفنت بتاعك او ما الى ذلك. طب لو احنا عملنا اويرنس والناس عرفتنا، بتبتدي في الحاله دي في الاوبجكتيف بتاعتك، لو انت هتعمل اوبجكتيف في كوارتر تاني، بتحدد الكلاينت اللي عرفك ده من عميل محتمل او عميل متوقع ان انت يكون يشتري منك لعميل فعلي فعلا ويشتري من عندك ويبقى كلاينت بالنسبة لك، وتبتدي ان انت تبيع له مرة او مرة او مرة. طيب من الاوبجكتيف اللي انت بتحددها دي، انت ممكن تعمل استراتيجية معينة من الاوبجكتيف بتاعتك، ان انا هشتغل على ان انا اعمل توعية للناس، وبعد ما اعمل توعية ابتدي ان انا احول الناس دي لكلاينت فعلي او كلاينت حقيقي اشتغل عليه. وطبعا في اوبجكتيف تانية واهداف تانية انت ممكن تحطها، والكلام ده على الميديا بلان. لو انت هتشتغل سوشيال ميديا، هتشتغل تي في، هتشتغل ايا كان الاوبجكتيف اللي هتشتغل عليها، فانت بتحطها. طيب انت دلوقتي خلاص حطيت الاهداف بتاعتك وحطيت الاوبجكتيف بتاعتك، انت دلوقتي بتشتغل على الجزء بتاع الكلاينت بتاعك. الكلاينت بتاعك دلوقتي انت مين هو الكلاينت بتاعك؟ الجزء الديموغرافيك بتاع الكلاينت، يعني دلوقتي الكلاينت ده بتبتدي تحدد سنه كام. طبعا الكلام ده كله بتجيبه من الماركتنج بلان بتاعتك، وتبتدي تشوفه هل هو متطابق مع الشغل على السوشيال ميديا او لا، او انت فعلا هتشتغل على السوشيال ميديا هيكون موجود او لا، او عدد الكلاينت ده العدد بتاعهم موجود فعلا على السوشيال ميديا او مش موجود. تحدد الديموغرافيك بتاعك، هل الكلاينت بتاعك من سن كام لسن كام؟ طب هم رجاله ولا سيدات؟ طيب لو هم سيدات، هم سيدات بيوت ولا هم بيشتغلوا في بوزيشن معين؟ طيب لو هم انت دلوقتي هتشتغل على الجمهور بتاعك ده، الجمهور ده لازم تحدد انت هتشتغل معايا بي تو بي ولا بي تو سي، يعني بيزنس وانت هتبيع لبيزنس تاني، زي مثلا انت مصنع وهتبيع مثلا المنتج بتاعك، مثلا لو انت بتبيع بلاستيك هتبيع العلب البلاستيك بتاعك ليه مثلا بتاع مثلا مصنع صابون مثلا ويعبي عنده، ولا انت مثلا بتبيع مثلا اسمنت، فانت محتاج تبيع لشركات بتعمل بيلدينج، بتبيع او مقاولين علشان ياخدوا منك وتبتدي ان انت تشتغل عليهم، ولا ايه بالظبط؟ فانت لازم تحدد الكلاينت بتاعك هو بي تو بي ولا بي تو سي، وبيزد على ده علشان المره الجايه او الخطوه الجايه انت هتحدد الكلاينت بتاعك ده هتكلمه على اني بلاتفورم. فانت لازم تكون فاهم الباير بيرسونا بتاعت العميل ده عامله ازاي، او شخصيته عامله ازاي، وتبتدي تحدد لو انت عندك اكتر من عميل. يعني انت دلوقتي مثلا انا عندي انواع من العملاء،
في ناس مثلا بتحب اللابتوب، كل الناس بتشتغل على لابتوب، بس في ناس شغالة جزء بيزنس، هو بيشتري اللابتوب بتاعه عشان بيزنس. في ناس تانية بتشتغل اللابتوب او بتشغل اللابتوب بتاعها عشان تشتغل جيمز العاب. في ناس لا بتشتغل عادي اعمال مكتبية عادية جدا، ولا هي بيزنس ولا هي جيم ولا اي حاجة، تمام؟ فانت كده بتبتدي كل دول عملاء بالنسبة لك، فبتبتدي تحدد كل مجموعة عملاء لوحدها، كل مجموعة عملاء لوحدها بتشتغل ان هما دول تارجت ودول تارجت ودول تارجت، كلهم سيجمنتيشن او كلهم شريحة عملاء ليك، بس ده واخد واي وده واخد واي وده واخد واي، وتبتدي تحط بوزيشن لكل جزء لوحده او كل مجموعة عملاء لوحده. طيب خلاص انت حددت الجمهور بتاعك او الجزء بتاع الكلاينت بتاعك، بتبتدي تحدد التشانلز بناء على الجمهور بتاعك. انا دلوقتي عندي نوعين من الجمهور انت بتشتغل عليه، فانت مثلا عندي ان انا هشبيع لناس A كلاس، تمام، الفيلل، وعندي مجموعة شقق في مناطق سكنية مختلفة، دول ليهم تارجت تاني. فاه ممكن بتوع الفيلل دول اشتغل معاهم مثلا ايميل ماركتنج، تمام، ومثلا اشتغل معاهم على لينكد ان، انما الشقق الصغيره اللي في مثلا في احياء في التجمع مثلا او في اي منطقه مثلا سعرها او البادجت بتاعها كويس، ممكن اشتغلهم على بلاتفورم مختلفه، وابتدي احدد. يبقى انا كده مثلا عندي 2 تشانلز او 3 تشانلز، كل تشانلز فيهم هشتغل عليها بواي مختلف، وابتدي احدد التشانلز دي نوعها ايه بالظبط، تمام. فانت لازم تحدد القنوات اللي انت هتشتغل عليها والتشانلز انت هتشتغل عليها. طيب انت عندك عشان برضو تبقى عارف، عندك نوعين من التشانلز اللي انت هتشتغل عليهم. نوع في نوع انت الديفلوبر ليه، او انت اللي بتمتلك التشانل دي، زي مثلا الويب سايت. الويب سايت ده حاجه مملوكه ليك، تقدر تشتغل عليها براحتك وتعمل الديزاينز بتاعها براحتك وتحط فيها الاوبشنز اللي انت عايزها وكل حاجه، لان دي حاجه مملوكه ليك. فده نوع من انواع الميديا. طيب في ميديا مش بتاعتك، مش انت اللي بتشتغل عليها ان انت تشغلها براحتك، زي مثلا التلفزيون. انت بتحط الميديا بلان بتاعتك بناء على القنوات اللي موجودة في التلفزيون، فيها اوقات معينة انت هتختارها. يعني انت مثلا ممكن تختار مسلسل معين او فيلم معين او كده تحط فيه الاعلان بتاعك. طب انت عارف الاعلان ده هتحطه في انهي فيلم، الفيلم ده هيتعرض فين؟ لا، انت بتكون معاك التشانل دي بس مش مملوكة ليك، مش انت اللي بتحكم فيها. فبيزد على ده وانت بتحط التي في مثلا او بتحط الويب سايت، ده حاجة وده حاجة. فانت لازم تكون حاطط في حسابك الميديا اللي انت هتشتغل عليها دي هي بتاعتك وهتقدر تتحكم فيها بشكل كامل ولا لا، لان ساعات في ناس بتحط الميديا وهي مش مدركه المفروض ايه اللي ورا الميديا ده، هتشتغل عليها ازاي، او هي هل هي لها مكان او هتقدر على الاوبجكتيف البادجت بتاعتها ولا مش هتقدر على البادجت بتاعتها ولا ايه. فانت لازم تحدد الجزء ده. طيب في جزء تاني بعدها بتشتغل عليه، وهو ان انت تحدد الكونتنت اللي هتشتغل عليه. نوع الكونتنت، انت هنا بتحدد نوع الكونتنت، مش بتعمل كونتنت بلان، انت بتحدد نوع الكونتنت اللي هتشتغل عليه. هل الناس دي هتشتغل معاها فيديوز، ولا هتشتغل معاها صور، ولا هتشتغل معاها ايه بالظبط بالنسبه للشانل دي؟ يعني مثلا انت دلوقتي لو انا هشتغل على التلفزيون مثلا في الميديا بلان بتاعتي، هل انا هطلع جوه برنامج في بانر مثلا جوه البرنامج ده، ولا انا هنزل مع برنامج مثلا سبونسر راعي مثلا، فيجي في الاخر يقول لي الراعي الرسمي مثلا للماتش ده او للمسلسل ده شركه كذا او ما الى ذلك، ولا انت هتنزل مثلا لا باعلان معين لمده دقيقه على التلفزيون؟ طب لو انت هتنزل مثلا على السوشيال ميديا هتنزل ايه بالظبط؟ هتنزل نوعيه الاعلان بتاعك هتبقى ماشيه ازاي؟ الكونتنت اللي هتكتبه، الفويس تون، اللغه اللي هتكلم بيها الناس دي هتبقى ماشيه ازاي؟ ايه اللي انت او الطريقه اللي هتكلم بيها الناس هتبقى ماشيه ازاي بالظبط؟ الطريقه بتاعتك هتبقى ماشيه ازاي وانت بتكلم الناس؟ الطريقه اللي هتكلم بيها الناس هتبقى ايه بالظبط؟ هل انت بلاش ده وده، هل انت هتعمل ستور في الميديا بتاعتك وتبتدي تشتغل عليه ان انت بتكلم الناس، انت بتبيع بس شغل بيعي جوه الكونتنت بتاعك، هتكتب ديسكريبشن، وجوه الديسكريبشن او الوصف
هتكتب طريقة الاستخدام ولا انت هتحط بس الصور بتاعتك، والصور بتاعتك هتبقى ماشية ازاي لو انت هتحط صور، هل الناس دي محتاجة ايموشنز ولا محتاجة ايه بالظبط. فانت التايب اوف كونتنت، طب انت هتحدد التايبس اوف كونتنت او نوع المحتوى اللي هتشتغل عليه ازاي، ايه اللي يخليني اقول ان انا محتاج ده ومحتاج ده. حاجتين مهمين جدا، اول حاجة الاودينس، الاودينس بتوعك لازم تبقى انت عارف الاودينس بتوعك هيتقبلوا ايه ومش هيتقبلوا ايه، دي اول حاجه. تاني حاجه الكومباتيتورز بتوعك، المنافسين بتوعك بيعملوا ايه بالظبط. انا دلوقتي عندي منافسين مهمين جدا، المنافسين دول شغالين على التشانلز دي، طب هم بيعملوا ايه، بينزلوا ايه، ايه الكونتنت اللي عندهم بيشتغل وبيجيب تفاعل والناس بتتفاعل معاه وبيحصل منه انتر اكشن والكلام ده ولا ما بيحصلش. طيب الكونتنت بتاعهم هل هو منسق، او يعني ما اجيش مثلا اشوف تشانلز الاقيها ده منافس ليا ومنزل كونتنت كاتبه كذا، طب بس هو كاتب الكونتنت غلط مثلا، في اخطاء املائيه، في صوره مش راكبه على الكونتنت، على التكست في حاجات غلط، الكلام ده كله، فلا ده مش هتعمل زيه. بس في نفس الوقت هتشوف الكلاينت بتاعك والكومباتيتور شغالين ازاي، في التواصل ما بينهم ماشي ازاي، الاتصال ما بين ده وما بين ده ماشي ازاي بالظبط. بعد كده هتعمل الكونتنت كليندر بقى بتاعتك، هتبتدي تحط ايه السيزونز او الخطوه اللي بعد كده، هتحط الهيريديز بتاعت الكلاينت بتاعك. انت دلوقتي بتعمل ميديا بلان للكوارتر، طب في خلال الثلاث شهور دول اللي انت هتشتغلهم، الثلاث شهور دول ايه اللي هيحصل فيهم بالنسبه للكلاينت بتاعك هو مهتم بيه، زي مثلا عيد، زي راس السنه، زي البلاك فرايداي، الكلام ده كله. فانت بتحط البلاك الكونتنت كليندر بتاعتك وتبتدي تشتغل عليها، هتوزع المحتوى بتاعك على مدار الشهر ازاي. انا في خلال الثلاث شهور دول هبتدي اعمل توعيه للناس، طب هعمل توعيه للناس ازاي، هبتدي اشوقهم للمنتج في اول شهر، وابتدي تاني شهر احدد لهم بعض المنتجات معينه، واجي في ثالث شهر اقول له انت عشان تستخدم المنتج ده ويجيب معاك كفاءه انت محتاج تدعمه ببقيه المنتجات او بمجموعه المنتجات التانيه، وتبتدي تحط التيبل بتاعتك، هتوزع المحتوى بتاعك ازاي بالظبط. طيب نيجي بقى لاهم نقطه اللي هي بتاعت الديفلوبمنت بتاع الاجزاء دي كلها، انت علشان تشتغل على الاجزاء دي كلها مين هيشتغل ايه؟ ما ينفعش تجيب بقى حد بقى زي ما فهموش، او ما ينفعش حد منكم يشتغل ان هو يعمل الكونتنت ويعمل الادز ويعمل الديزاين ويعمل كل حاجه، والمفروض ان هو يشغل كل ده مع بعضه، لا لازم يكون في توزيع للادوار، كل واحد عليه حاجه يعملها، واحد بيعمل ديزاين وده ديزاينر ده تخصصه، حد شغال على جزء الكونتنت والكونتنت بلان، حد تاني شغال على الميديا ميديا باير بيعمل الادز، وكل ده طبعا تحت الدايركتور او المانجر ان هو شغال بيحدد لك كل الادوار دي ماشيه في تناسق ولا مش ماشيه في تناسق سليم. طبعا كل ده بتحدده بتفاصيله بكل الديتيلز بتاعته بيزد على او بناء على الماركتنج بلان والسوشيال ميديا بلان، لازم الاجزاء تكمل بعضها، الماركتنج بلان بياخد من البيزنس بلان بتاع السوشيال ميديا، بياخد من بتاع الماركتنج، او هو لو شغال ماركتنج وفاهم ماركتنج بيعمل ماركتنج بلان ويطلع منها سوشيال ميديا بلان، ويبتدي كرييت منها الكونتنت كليندر والكونتنت بلان بتاعته على مدار الكوارتر كله. انت ممكن تشتغل على كل كوارتر لبناء الكوارتر اللي بعديه، تمام. فانت لازم تخلي بالك من الاجزاء دي كلها، لازم تخلي بالك وانت بتعمل بابلش للكونتنت بتاعك انت بتعمله في اوقات ايه بالظبط، يعني في نقط كده مهمه، لازم يكون عندك ايدنتيتي للشغل بتاعك، يكون في ايدنتيتي وفي يكون هويه للبراند اللي انت شغال عليه، بس شغال بتعمل كونتنت في كونتنت وتنزل كل الكونتنت بقى، كل الكامبينز شبه بعضها، كل السلوجان واحد ما بيتغيرش، الكلام ده كله لازم يكون في دي نقطه. النقطه اللي بعد كده لازم يكون في اهداف معينه للماركتنج بتاعتك، ما تبقاش شغال كده وخلاص، ما بتحط كي بي ايز، لازم بتحط اوبجكتيف معينه وبتحط لها معدل معين، يعني انا لو عامل اويرنس انا لا لازم اوصل ل 100,000 شخص،
مثلا لو انا هعمل بيع فانا لازم احقق تارجت مبيعات بمبلغ كذا او عدد وحدات تتباع بمبلغ كذا، لازم تحدد طبعا الجمهور بتاعك وتحفظه وتابديت فيه، يعني لازم تكون فاهم الكونتنت الاودينس بتوعك دول كل مرة هيكون عندهم نفس الاهتمامات ولا هيكونوا مهتمين بحاجة تانية، في حاجة جديدة اهتموا بيها ولا هم مهتمين بنفس الحاجة دي على طول ما بيتغيروش، هل هم زهقانين ولا هم ايه بالظبط. لازم تتعايش مع الجمهور بتاعك وقت ولو يعني تظبط الدنيا بتاعت الجمهور بتاعك تكون فاهمه بشكل كويس. لازم طبعا تحط ديدلاين لكل حاجة انت بتشتغلها، يعني تكون حاطط كل حاجة بالوقت بتاعها. المفروض ان انا هعمل اويرنس من يوم 1 ليوم 30، هعمل مثلا الاوبجكتيف بتاعتي دي من يوم الكوارتر بتاع 1/1 لحد 30/3 او لحد يوم 1/4. لازم تكون حاطط ديدلاين لكل جزء انت شغال عليه، وكل حاجة هتشتغلها او التيم هيشتغلها لازم يكون هو الاونر بتاعها او هو اللي شغال عليها تكون محدد مين هيشتغل ايه، الادوار مهمة عشان ما الدنيا ما تسقطش منك وتلاقي حد ما عملش حاجة يقول لك انا ما اعرفش ان انا اللي هعملها او الدنيا دي كلها. حاجة كمان بقى في الاخر، لازم تحدد الكوست اللي انت هتشتغل بيه، البادجت اللي هتشتغل عليها دلوقتي. البادجت دي اللي انت هتشتغل عليها كام بالظبط؟ انت بتحدد البادجت ازاي؟ يا اما بتحدد البادجت على اساس كوارتر، انا خلال الكوارتر ده الشركة حاطة ميزانية تسويق 50,000 جنيه، الشركة حاطة ميزانية تسويق 5,000 جنيه، على حسب الشركة بتحط ميزانية تسويق ازاي ومستهدفة بيع كام. انا دلوقتي حاطط نسبة تسويق 5,000 جنيه وعندي شوية تكاليف تانية، فانا مستهدف ان انا بيع في الشهر ده ب5 مليون جنيه. خلاص هو حاطط ميزانية تسويق هتشتغل الكوارتر ده، فانت لازم تقسم الشغل بتاعك او الميزانية بتاعتك علشان تظبط الاوبجكتيف بتاعتك كماركتنج بالفلوس دي. طب لو انت الفلوس دي مش هتجيب او مش هتشتغل، فبتبتدي تتفاوض ان الفلوس دي مش هتقضي القسم، فالقسم او الشغل بتاع الماركتنج او البروجكت ده، وبتبتدي تشتغل على الجزء ده. طيب الكلام ده كله بعد كده بتظبطه. طيب خلاص انت اشتغلت ككوارتر، ممكن تشتغل كايتم. انت دلوقتي عندك 5,000 كوتشي او 5,000 مثلا بانتس او شوز انت المفروض هتشتغله. طب ال 5,000 قطعة دول كل قطعة هنحط لها جنيه واحد بس تسويق، يبقى انت عندك التوتال تسويق بتاعك او توتال البودجت بتاعتك في الماركتنج 5,000 جنيه. يبقى انت عندك تكلفة كل ايتم واحدة او كل منتج واحد جنيه، ومكلفه مثلا 4 جنيه تانيين تكاليف عادية، يبقى انت عندك اجمالي التكاليف 5,000 جنيه، وبتستهدف تبيعه ب7,000 جنيه، سوري ب7 جنيه. فيبقى انت عندك اجمالي البيع 7,000 جنيه، هتكسب 2 جنيه، وعندك تكاليف 5 جنيه فيهم جنيه تسويق و4 جنيه تكاليف تانية. تمام. طب هشرحها تاني. انت دلوقتي عندك منتج تكاليفه 4 جنيه، ده لو انا بشتغل على استراتيجية ان انا اعمل البودجت بتاعتي بناء على الايتم الوحدة الواحدة. يبقى انت هتعمل ايه؟ انا عندي دلوقتي الايتم ده او الشوز ده ب5 جنيه، طيب انا هحط له تسويق جنيه، يبقى انا كده تكلفته اجمالا بالنسبة لي 6 جنيه. خلاص يبقى انا تكلفته 6 جنيه، هبيعه ب7 جنيه، يبقى انا عندي مكسب جنيه وجنيه تسويق و5 جنيه تكاليف اساسيه. تمام. يبقى انا طيب احسب بقى انا عندي كام وحده اصلا. تمام. واجمالي عدد الوحدات بيساوي كانك شغال على وحده واحده بس. تمام. دي النقطه الثانيه. طيب النقطه الثالثه، وانت بتحدد البادجت بتاعتك بتشتغل على كونتر كامل. يعني مثلا انت دلوقتي ونفترض شركه استيراد، شركه استيراد دي او استوردت مثلا شحنه، الشحنه دي بمبلغ 5 مليون، وعايزه تبيع اللي في الشحنه دي. طبعا مثلا الشحنات بتيجي بالوزن. تمام. الشحنه دي عامله 5,000 جنيه اللي هي خدتها، او 5 مليون زي ما قلنا. طب ال 5 مليون جنيه دول انا المفروض مستهدف ابيع الكونتر ده او الكتله دي كده على بعضها. تمام. مش ماليش دعوه بقى هي فيها كام وحده، فيها كام قطعه، ماليش دعوه، انا بس عايز ابيع الكونتر ده كله على بعضه واحط له مصاريف تسويق 10,000 جنيه. خلاص يبقى انت عندك كل ده هتبيعه
وتكسب منه ومصاريف التسويق بتاعتك ليه الفلوس دي، فبتبتدي على اساسها تشتغل. دول الثلاث انواع المفروض انت بتشتغل عليهم وانت بتحدد البادجت بتاعتك. يبقى خلاص قلنا ان انت هتشتغل على اجزاء محدده وانت شغال في الميديا باير، لازم تشتغل على ان انت ايه هي الاوبجكتيف اللي انت حاططها، بتستهدف كلاينت مين، التشانلز اللي هتشتغل عليها، كم مره هتعمل بوبليش للبوستس بتاعتك والكونتنت بتاعتك، وايه هو الكونتنت اللي هتشتغل عليه، ومين اللي هيعمل الجزء بتاع الشغل كله، مين هيشتغل كونتنت، مين هيشتغل ديزاين، مين هيشتغل على حسب انت التيم بتاعك مين هيشتغل ايه، وهتحط البادجت بتاعتك هتصرف كام بناء على استراتيجيات التسعير او استراتيجيات الماركتنج بادجت بتاعتك اللي هتشتغل عليها. تمام، دي كده كانت الميديا باير المفروض الخطوات بتاعتها ايه والمفروض هتمشيها ازاي وتفاصيل كل بوينت منها. هنبتدي ناخد الاسئله، كل واحد هيسال هرد عليه وبعد كده هيقفل المايك وحد تاني يسال علشان محدش يفوته حاجه او محدش يفوته جزء معين. ممكن تعيد الميزانيه للكتله؟ ماشي. بصي يا فاطمه، دلوقتي هنشتغل على الجزء بتاع الميزانيه للكتله. بمعنى انا دلوقتي عندي كونتر معين انا مثلا مستورده كمثال. طيب الكونتر ده انا مع كواحد مستورد، تمام، معايا 5000 جنيه او 10000 جنيه مثلا هحطهم تسويق. فانا بعد بستهدف ان انا الكونتر ده مكلفني ككونتر بقى او كبضاعة مكلفاني 50000، تمام. يبقى انا عندي تكاليف 50000 وانا هحط للكونتر ده 10000 جنيه تسويق، 10000 جنيه تسويق. يبقى ال50000 تكاليف و10000 جنيه تسويق، يبقى الاجمالي تكاليف بتاعتي 60000، تمام. طيب ال60000 دول لما انا بقى هاجي ابيع الكونتر ممكن بقى اشتغل ان انا ايه اقسمه على اربع عملاء. لو انا بقى جايب كونتر يبقى انا هشتغل بي تو بي، تمام، لان الاستراتيجي دي بنشتغل بيها في البي تو بي كتير. خلاص بقسمه على اربع عملاء، يبقى انا هقسم ال60000 على اربع عملاء. يبقى هاخد الكونتر ده ابيعه على اربع اجزاء، كل جزء هبيعه ب 15000 واحط مكسب عليه 5000. طيب يبقى احنا قلنا التكاليف 60000 وهحط عليه 20000 جنيه مكسب، يبقى الاجمالي لازم ابيع الكونتر ده كله على بعضه ب 80000 جنيه. عندي 50000 جنيه تكاليف للكونتر نفسه و10000 جنيه تسويق، يبقى 60000، وعندي 20000 جنيه مكسب انا محتاج اكسبهم، يبقى الاجمالي عندي 80000 جنيه. طيب انا دلوقتي هبيعه لاربع عملاء، مستهدف ان انا ابيعه لاربع عملاء، يبقى هبيع لكل عميل ب 20000 جنيه، يبقى 20000 في اربع عملاء، يبقى انا جبت ال 80000 جنيه بتاعتي. تمام؟ لا هو مش كحد ادنى، انا بديكي مثال، مش بديكي مثال، انا بديكي مثال يعني ده هو مثال بس. تمام، ان انا عندي بضاعه ب 50000 وحطيت عليها ماركتنج ليها 10000 وبعد كده حطيت 20000 جنيه هكسبهم، يبقى الاجمالي عندي 80000، هبيع لاربع عملاء كل عميل ب 20000، يبقى لميت ال 80000 بتوعي. تمام كده؟ في وصلت الفكره؟ ايه يبين طول ايه؟ انا مش فاهم السطر اللي قبل وصل لدي ايه يعني. حسب المثال ممكن خلينا احكي، يعني مثلا قلت احنا حكينا انه عندنا 50000 تكاليف، تمام، و10000 تسويقي، تمام. فانا لما احكي للعميل انه انت عندك التكلفه 50 و10 عندنا كله على بعضه 60000 جنيه، يعني احنا المفروض نكون اللي هو البيع اللي حنبيعه يكون يغطي ال 60000 جنيه. ماشي، ما فيش مشكله، عادي يعني. انا بحاول اقرب بس لاقرب جزء، ممكن احط اكتر من كده عادي، او على حسب انا بستهدف كده. هو هذا السؤال، يعني اروح احكي له انه مثلا 80000 جنيه لازم انت توصل لهذا الرقم على حسب مثالك، ولا ممكن انه انا اسيبها مفتوحه؟ لا، ما انا لازم أن يكون حاطط هدف معين يوصل له، انت محتاج تلم كام من السوق، انما اسيبها مفتوحه يعني حسب اللي هو الأسف.
اه لان في استراتيجية تسعير اصلا بتبقى محطوطة في الماركتنج من الاول، انت هتسعر بكام. تمام ماشي شكرا. تمام. مين تاني عنده سؤال؟ تسعير بالنسبة لإيه يا محمود؟ لو أنا واخد الموضوع from scratch، ولا أنا داخل عليه كده وهو already in progress، وأنا داخل كده بس كان عنده مشكلة في الماركتينج جه قال لي تعالى قوم للدنيا، فهو already عنده البرودكت أو السيرفيس ومسعر تمام عادي. أنا مش هسعر، لا أنا مش هسعر، مش قابل تدخل يعني. ماشي. انا بص هو اقول لك على حاجه، هو هي مش رول، هو على حسب الكيس. ممكن انا اروح هو الكوز لسه بيعمل لانش برودكت، مش عنده برودكت، انا مش عارف الصوت عندك. اه طبعا طبعا. او كمان كده الصوت اتظبط. لا مظبوط. اتفضل. تمام. انا سامع حضرتك. اتفضل. تمام استاذ وليد. انا بقصد يعني مثلا لو انا ده هو اصلا هو فاتح تمام، وانا عايز اعمل له بيجت للمحل ده، طبعا التعداد ده كده كده شغال اوريدي، انما بالنسبه للكافيه ده لسه فاتح جديد، فانا مثلا احط له ميزانيه قد ايه علشان ابتدي اشتغل عليها؟ انا دلوقتي انت كنت بتتكلم عن برودكت معين، فانا كده كده المفروض ان انا عارف هكلفه كذا وشحنه كذا، فاحط عليه كذا فنسبه توصل في كذا، انما دي حاجات مش ملموسه. يعني انا مثلا عندي في الكافيه مشاريب ومأكولات تمام، طبعا محل الدهب برضو انا لسه ما زبطتش فيه، فانا عايز برضو مثلا احط ميزانيه قد ايه، انا كمسوق احط ميزانيه قد ايه في التسويق، احسبها له ازاي وهفهمها له ازاي؟ بص هو ده سؤالي يعني. ماشي. إيه إيه كان في استاذ وليد؟ ماشي هجاوبك على ده. استاذ وليد انت كده تمام وصلت لك الفكره اللي انا اقصدها ولا كان عندك حاجه تانية؟ اه انا فهمت قصد حضرتك. لا تمام تمام. طيب بص انا على حسب الاوبجكتيف، انا دلوقتي الاوبجكتيف بتاعتي ايه، وبيزد على ده هستخدم استراتيجيه من الثلاثه وابتدي اشتغل عليها. بمعنى انا دلوقتي استهدافي لعقار مثلا بمليون جنيه غير استهداف الاكسسوارز مثلا ب 20 30 جنيه تمام. دي حاجه ودي حاجه، ده ليها امباكت وده ليها امباكت. ولما بشتغل على لونش برودكت منتج جديد لسه بنزله، غير لما اشتغل على منتج اصلا قديم وموجود وبيتباع في السوق، ولما اشتغل برضو على منتج ليه منافس تقيل غير منتج ملوش منافس تمام. فبتختلف على حسب الكيس اللي انا فيها ببتدي اشتغل عليها. يعني انت مثلا بتقول كافيه، طب الكافيه انا المفروض بيدخل له سكر وشاي ومثلا الحاجات بتاعته كلها، ومعاها مثلا التموين مثلا، ومعاها مصاريف اهلاك ومصاريف كهرباء ومصاريف ميه. طب المصاريف دي كلها كل كوارتر بتصرف كام في كل شهر، وبناء على ده انت بتستهدف كام في الاخر. دي حاجه. حاجه تانية ممكن اشتغل على كل برودكت، ابتدي كده بورقه وقلم واحسب البرودكت بتاعتي. انا ببيع عصير، العصير مثلا بيكلفني واحد سكر وي وي وي، فالمفروض تكلفته مثلا اجمالا كذا، فالمفروض انا عايز اكسب منه كذا تمام، وهدفي ان انا ابيع مثلا، او انا حد البيع بتاعي او الرينج بتاع البيع بتاعي 50 مثلا كوبايه مثلا في الشهر. طب لا انا محتاج اعلي في الجزء ده. طب الجزء ده اعليه ازاي؟ خلاص انا بقى ببتدي اوصل للناس اللي شغالين معايا، حاولوا زي بالظبط كده ما بتخش ماكدونالدز مثلا، بعد ما بتطلب الاوردر بيقول لك انت دلوقتي ممكن نضيف لك عليه كومبو مش عارف ايه، نضيف لك عليه بيبسي ماشين مش عارف ايه. الاقتراحات اللي بتتقدم مش بتبقى بناء على ان هو بيقترح لك من عنده، او هو جه في دماغه ان هو يديك بيبسي فبيديك بيبسي، لا هي بتبقى حاجه مدروسه، ويبقى هو فاهم ان هو عايز يطلع البيبسي ماشين من عنده، او عايز يطلع الحجم الكومبو، عايز يطلع الاوفر ده، هو مستهدف حاجه فعلشان كده بيسجست ليها. وبيزد على ده انت بتقول اه اوكي ماشي، وبتكمل وبتلاقي نفسك بتدفع فلوس ازيد، فايه انت فاهم، بس في نفس الوقت هو خلاص هو عنده استراتيجيه معينه بينفذها، وانت قابل بده فبتبتدي تنفذها. فانت بتحدد الشغل عندك ماشي ازاي، وبتشتغل عليه بما يتناسب مع الشغل عندك، ملهاش قانون. احنا كده كده شغل الماركتنج كله اي ثينك، او انا بناء على الخبره اللي اشتغلتها، كل كيس وليها طريقتها وشغلها والمحاور بتاعتها، بس كلها بتنحصر نحو ان انت تكون فاهم الكلاينت والاودينس وكل الاجزاء وكل الجوانب عشان تبني استراتيجيه صح، وتبتدي تعمل اكشن يجيب بنفيتس او يجيب ار او اي، عائد على الاستثمار للمجال بتاعك او للشغل بتاعك. الله يفتح عليك. الله يكرمك. مين تاني يا جماعة عنده سؤال؟
طب خش يا محمد وبعد كده عبد الله. طيب. يلا تمام. انا سؤالي ما يخصش الجزء بتاع البرايسنج، يخص بتاع دوت المواعيد بتاعه البوستز نفسها بتتحدد على اساس الانسايتس بتاعت كل بيج. يعني انا دلوقتي مثلا بتكلم على الاورجانيك بوست، انا النهارده باوير مثلا عندي اويرنس كامبين شغال عليها تمام، فعايز احدد مثلا المواعيد بتاعه اكتر وقت مناسب اقدر انزل عليه البوستز بالنسبه لي. هل برجع للبيكس بتاعه الفيسبوك ولا برجع للبيكس بتاعه البيج بتاعتي؟ ولو برجع للبيك قول لي. طيب قول كمل. طيب ولو برجع للبيكس بتاعت البيج بتاعتي، فهل انا مثلا لو عندي البيج بتاعتي اصلا ميتة لسه بقوم فيها وعايز اشتغل عليها والكلام ده كله، اقدر اعتمد على ايه واقدر ابدا بايه؟ تمام. بص هقولك على حاجه، الاودينس هو عامل مشترك، الاودينس يا جماعه عامل مشترك في كل الشغل بتاعي. الاودينس بتاعتي بيكونوا موجودين على السوشيال ميديا امتى؟ تمام. طب انا على حسب ما بفهم اللايف ستايل، في حاجه اسمها لايف ستايل، بفهم اللايف ستايل بتاع الكلاينت، الكلاينت بتاعي او العميل بتاعي حياته طول النهار كذا. انا العميل بتاعي موظف، فاوريدي هو هيفتح الفيسبوك بتاعه على في خلال الظهر، لان معظم الموظفين على على وقت الظهر بيكونوا زهقانين ولازم يفتح فيسبوك. تمام. لا انا العميل بتاعي مثلا بيكون سهران، فخلاص انا عارف اماكنه ايه. دي حاجه. حاجه تانية او بالظبط اسمها بتحددها في البيربرسون، لازم تكون فاهم الكلاينت بتاعك. دي اول نقطه. تاني نقطه، انت بتشتغل على الكومبتيتيف بتوعك بينزلوا بوستس في وقت قد ايه، والبوستس او الكومبتيتيف اللي ناجح على السوشيال ميديا. ما تجيش اي عميل سوري اي 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 منافس ليا واجيب السوشيال ميديا بتاعته. لا انا العميل اللي بالنسبه لي سوري المنافس بالنسبه لي اللي ناجح على السوشيال ميديا، ابتدي اشوف هو بينزل كام بوست في اليوم، بينزل او سوري كام بوست في الاسبوع، بينزل على مدار الاسبوع في اوقات قد ايه، هو بينزل فيديو ولا بينزل صور، طب هو شغال بطريقه معينه او تيم فوز معين ولا لا، وابتدي اشوف الاوقات دي. ممكن تجمع وده ببقى عامله، ده ببقى عامله في السوشيال ميديا اناليسس في الاول. بالظبط. يعني بعد السوات اناليسس بعمل السوشيال ميديا اناليسس. انا كنت متابع حضرتك، كنت شارح السوات اناليسس، كانت ممتازه بصراحه، ربنا يعزك. فانا بقول على اللي انا بعمله، لو انا لو في حاجه حضرتك بتضيفها ردا على سؤال الاخ اللي سال يعني. تمام. ان انا بعمل سوشيال ميديا اناليسز، ودي بتساعدني بعد كده وانا بعمل البيرسونا، فبيبقى عندي الداتا كلها بتاع الكاستمر بتاعي، البيهيفير بتاعه كله وحياته كلها جوه البيرسونا اللي انا عملتها، عملت اكتر من واحده، فبيبقى بالتبعيه بيبقى واضح فيها الوقت المناسب ليه طبقا للبلاتفورم اللي انا كمان هكلمه عليها. بالظبط. انت كمان ممكن تشتغل على الكومبير، لو انت ليك هيستوري في الـ في الـ في الـ في البيج بتاعتك بشغالك بقالك فتره، فبتبتدي تحدد كل شهر انت نزلت اوقات ايه معينه او ايه انجح الاوقات اللي اتحددت. انت ممكن ببساطه جدا تخش على طول اسمها فان بيج كارما، تمام، وتجيب تجيب الكومبتيتيف بتوعك الناس المنافسين. ممكن تكتب لنا اسمها بس في الشات؟ ماشي اوكي حاضر هكتبها لك. وبتجيب المنافسين وتروح حاططهم، وبعد ما تحط المنافسين بتوعك بتبتدي هي تطلع لك كل كلاينت بينزل ايه بالظبط، انهي انجح الحاجات اللي عنده، يعني هو ناجح في ايه، الاوقات اللي بينزلها ايه، وكل التفاصيل بتاعته ايه بالظبط، هو الكونتنت بتاعته عباره عن ايه، الريت بتاعته ماشيه ازاي كده يعني. سميني انا هكتبها لكم دلوقتي فين. والسوشيال بيكرز برضو كويس. السوشيال بيكر برضو. السوشيال بيكرز كويس، اشتغلت عليه، كان الموضوع بالنسبه لي تمام. وانا عندي مشكله بس في اختلاف البرسونا، يعني انا مثلا في كذا حاجه عندي كذا حاجه كذا برسونا مختلفه للعميل بتاعي. اعمل حاجه اسمها اس تي بي. يعني اس تي بي بتجيب السيجمنتيشن، اهي برضو هكتب لك اس تي بي عشان تبقى عارف. بتعمل سيجمنتيشن، انت عندك اكتر من شريحه، بتبتدي تقسمهم دول لوحدهم ودول لوحدهم ودول لوحدهم، وبعد كده بتعمل تارجت، خلاص دول تارجت معين. تعالى مثلا ناخد مثال، انت دلوقتي مثلا بتبيع مثلا منتجات للشعر، او انت شركه، انت منتج ايه ونحاول نمثل عليه. ريل استيت.
حلو جدا. انت عندك دلوقتي ريال هو ستيت. في حته الميديا باينج دي كويسه جدا والحمد لله الكواليفايد كويس حلو. مشكلتي بقى في الجزء بتاع اللي انا النهارده البيج نفسها ما فيش عليها انتر اكتف تماما غير لو ما يعني لو ما كريتش اد البيج ميته. هقول لك ليه. لان انتوا عندكم في 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 فاطمه هرجع للجزء الاس تي بي. انتوا عندكم في الريال استيت بتشتغلوا على اجزاء ميتة جدا سوري يعني شغالين يا اما العميل المقدم ايه المقدم لا ده اطول فترة سداد لا ده حتة يعني انا بشوف حاجات عجيبة في الريال استيت. بس الريال استيت دايما بيعتمد على الجزء بتاع اللي هو الدايركت سيل اللي هو النهاردة انت بتجيبه بالكاتش فريز بتاع النهاردة يا اما عامل خصم كذا يا اما مقدم كذا يا اما فترة سداد كذا تمام. ده في الجزء ان انت النهارده عشان تشتغل عليه عشان تجيبه ليدز عشان انا النهارده اجيب انترستد كول او انت ديفلوبر ولا دي واسلمه للسيلز. انت ديفلوبر ولا بروكر ولا بروكر؟ لا بشتغل مع دودة. انا ايجنسي بس بشتغل الادفانسد في الجزء ده فبشتغل مع دودة تمام. الـ وكله بيهمه في الاول وفي الاخر الليدز تمام. أيوة ودي معنديش هو ما حدش بيدي لك فرصه اصلا يا محمد انك تعمل ماركتنج. هو كل اللي بيطلبوه ليد جينيريشن بس. هو دي يا محمود المشكله اللي بنقابلها في الاندستري اصلا انت فاهم يعني. انا فاهم الموضوع بيبقى كرم بقى بعميل حب يعني ربنا كرم بعميل حب يفكر يشتغل في الحته دي ان هو يبقى براند نيم وبيفكر لقدام على يعني حاطط استراتيجي لونج تيرم كويسه جدا تمام. بس النقطه بقى اللي احنا بنيجي نقف عندها فعلا البيج مثلا جربت ان احنا نشتغل عليها شهر تمام. احنا التجربه دي خدنا فيها شهر يعني بس ما فيش انتر اكتف خالص. حتى نوعنا في المحتوى قدمنا محتوى مختلف. بتقدم محتوى ايه يا محمد؟ يعني احنا بنحاول بتاع دوت يعني احنا طلعنا مثلا الجزء بتاع الايفنتات الشركه عموما مثلا ابتدينا نهتم بالجزء بتاع الموظفين والحاجه الانترنال والشركه بتقدم ايه للموظفين. هقول لك على كيس يا محمد معلش لو قطعتك. هقول لك على كيس انا اشتغلتها تمام حلو. في 2000 على ما اتذكر 14 15 في الجزء ده في الوقت ده كنت متابع مع شركه ديفلوبر بتكريت شقق وما الى ذلك وبعد كده او بتبلد شقق وبتبيعها. المهم جت في فتره ركود كده كانت الدنيا في الحماده خالص كانت الدنيا ضايعه وما فيش اي تحرك والدنيا واقفه خالص. ساعتها اتجهنا لجزء مختلف. بدانا نعمل ايه؟ بدانا نعمل ديلز مع شركات تانية للموظفين بتوعها. مثال البنوك شركات البترول والاجزاء والشركات ده بزنس ديفلوبمنت. ده جزء بزنس ديفلوبمنت بس طلع من جزء الماركتنج ان احنا حولنا جزء الماركتنج ليه ده الكوربريت ديلز دي. ودي اقولك ان انا طبعا ما عنديش مشكله في البيع. البيع كويس والحركه بتاعت البيع إن كويس. احنا لشركه بترول بعنا 60 شقه في 3 ايام صح. طبعا الكوربريت حلو جدا يعني الكوربريت عموما في الاساس بيبقى كويس وكمان بيدخل فند كويس للشركه يعني بالظبط. مش كتير بيشتغل في الجزء ده يعني مش كتير. هو اللي انا حاسه من كلام محمد ان هو عايز يبني ريليشن ويعمل بوند مع الكلاينت بتاعه عشان في الكرايسيس ما يبقاش زيه زي غيره. ما انت شايف الاعلانات كمها قد ايه وكلها ليد جينيريشن. فمحمد انا عندي حاجه يعني لو انتوا تقولوا لي رايكم ايه. انا راي محمد ان انت تشتغل ايه تظبط كاستم اودينس كويس وتشتغل عليه لوكالايك فتبتدي تعمل كوميونيتي والكونتنت بتاعك يبقى كله كونتنت ماركتنج ليهم مع الليد جينيريشن لحد ما الناس دي تفضل تكتر تعمل كامبين تانية برضو تيجي انجيجمنت واللوكالايك الكاستم اودينس بتاعك اللي انت بقيت متاكد ان الناس دي ريليتد ليك وانت الكونسلتنت بتاعهم اوريدي بما انك شغال بروكر وديفلوبر. فاديهم بقى في الكونتنت بقى انت عارف ثغرات الريل استيت كتير ولازم تكون الحاجات دي مش موجوده مع اي ديفلوبر انت بتتعامل معاه كبروكر. يعني انت بروكر ومعاك 20 مشروع ما يبقاش حد فيهم ملطوط باي ساوند مش مظبوط في الماركت عشان تعرف تاخد الدايركشن ده وتنجح فيه. لان هو للاسف يعني
لازم يكون الكونسيرن بارتس كلها متظبطه، ما يبقاش عندك جاب عشان تبقى حق. للاسف في الحته دي ما بتعرفش توصل للاوبتيمال سوليوشن، يعني انت دايما كل عميل بتشتغل معاه بيبقى مميز في حته ووحش في حته. هي ممكن تنجح مع الديفلوبر مش كويسين، يعني تلاقي الديفلوبر تاني بالسيلز بتاعته على الجروب يروح جاي مثلا ضارب في 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 في, في يوم وليله لما يلاقيك طلعت مثلا في كامبين ولا حاجه. بس الناس مش ساذجه، الناس دلوقتي بتعمل ماركت اناليسز محترم قوي قبل ما تشتري، والكاستمر بقى قصي من البياع. الجزء بتاع شركه المقصد، شركه ايه المقصد يعني دي شركه اعتقد ان هي في الفتره الاخيره دخلت وي مختلفه، عملت حركه، عملت دي اللي سلمت اول عماره تقريبا، اول صف عمارات وكانوا زعوا مع عمرو اديب فخدوا الفيديو واشتغلوا بيه 30,000 كامبين مع البروكرز وباعوا على حس الموضوع ده بشكل كويس. مرضاش ينزل اوت دور وصرف للبروكرز فلوس الاوت دور، خلاك كاري كامبينز وطبعا ده بيطلع الكاش باك والمصايب. الكاش باك ده كارثه اصلا في السوق عموما، حاجات مختلفه يعني. هو الريل استيت مالهاش ظبطه، بس هو فعلا الناس دلوقتي يا محمود بتطلب حاجات ازيد من النتائج اللي بتطلع حتى لو هم بيبيعوا كويس، وتيجي تكلمهم في ان انت تبني يحسسك ان انت مجنون، اللي هو لا انت كده يا ابني مش معايا على نفس الخط، لا انت تعبان. بيقول لك اشتغل ان انت تجيب معلومات في البوستز نفسها بتكون حاجه كويسه. يعني هو برضه بيتكلم في جزء تاني، مفيش حد بيقدم معلومات في جزء بتاع الريال استيت، يعني محدش بيقدم علشان هما بيروحوا يعني هما بيشتغلوا على البيرسونا على قد ما بيقدروا، ان الراجل ده اوريدي انترستد والراجل ده عنده الابيليتي والكابابيليتي ان هو ياخد ديسيشن شراء عقار زي كده، فبناء عليه بيصرف على ليد جنريشن علشان يروح له، فبيديله اللي هو محتاج يسمعه على طول، ما بيشتغلش معاه حد يعني بيشتغل الكونتنت اللي هو كونسبت سيلز ابروتش واضح وصريح. اهم حاجه الكوبي بقى ايه، ان انا انوع فيه. هو فعلا في الكونتنت او الكوبي بتاع الريل استيت بور، يعني ما بتلاقيش حاجه مختلفه كتير للاسف، ما بتلاقيش حاجه مختلفه وما بتقدم حاجه مختلفه. يعني مثلا حتى ما بتروح تقوير للناس في قصه نسب التحميل، يعني مثلا البروكر يقدر يبقى كونسلتنت، المفروض ان البروكر اصلا فكره البروكر انه يبقى كونسلتنت للعميل ويوديه لاحسن مشروع حسب البادجت بتاعه، بس الفكره ان برضه الحته دي ما بتقدرش توفرها. وين ما تفكر انك انت تشتغل مع العميل انك انت كونسلتنت ليه، بياخدك العميل عنده الكونسبت ان انت معاك 3 4 بروجكت عايز تبيع لي دول وبس، وهو في الاخر هو ده الحقيقي اللي بيحصل، يعني على ارض الواقع هو ده اللي بيحصل. فبرضه العميل ما زي ما انت قلت في الاول هو مش ساذج لدرجه ان هو يمشي وراك. فحتى قصه البروكر الثقه نفسها ما بقتش، لا انت معاك 3 4 بروجكت شايفهم مناسبين بالنسبه لي هاخد منك، مش مناسبين مش انت هتدور لي على حاجه انسب. فبرضه انت عشان تغير فكر للناس في الحته دي الموضوع، ما هو برضه دي ما هو دي برضه بتقف على السلزجي، انت عارف الستايل بتاع السيلز نفسه في الحته دي بيبقى كلهم واحد. هو هي الاندستري بصراحه والماركت بتاعها اتضرب، يعني اصلا سوق العقارات في مصر على كل النجاح اللي عمله وان هو شايل كتير قوي في الاقتصاد، وان كمان الدوله بتدعمه عشان لو حصل فقاعه نروح في داهيه، كماركت بايظ يعني. بس كاوبريشن وكبوليسي وبروسيجرز وكماركت مضروب بالنار، وكان ممكن يحقق ارباح اضعاف اللي حصلت. طيب يا جماعة نخرج من الجزء ده عشان ايه؟ طيب احنا اتسحلنا كده تمام. طيب اتسحلت وبدأت احس ان انا فاشلة وان انا ضيعت عمري. لا 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 خالص والله، ده كل القصة مجال. لا 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 بس مجال. انا حاسة انه يا ساتر يا رب ايه كده، ده مجال بس مسكنا في مجال واحد فهو ده مشكلته يعني. طيب هو اصلا المجال بتاع العقارات ده يعني مجال يعلم وفي نفس الوقت مجال يعني يعقد، يعني يعني رخم شوية بس. ف بحس ان الكي بي ايز بتاعته بتبقى مختلفة تماما عن الكي بي ايز الطبيعية بتاعت الماركتنج يعني النهاردة انت النهاردة بالنسبة لشركات العقارات انت ناجح طول ما انت بتبيع، حتى لو البرسونة بتاعته مش حلوة، حتى لو الشكل العام بتاعه مش حلو، حتى البراند بتاعه مش احسن حاجة.